طيب الآن إن شاء الله بنبدأ في شرح ميتينج 1 أو نعطي مقدمة عن اللي هو Introduction to Programs and Java. أنا عندي هاي الأوبجيكتيفز أهداف الميتينج. راح نتكلم عن الألغوريثمز، إيش يعني ألغوريثم، كيف بنعبر عنها باستخدام فلو شارت أو سيودو كود، راح نتكلم عنها. وأيضا راح نتكلم عن اللي هو الجافا بروجرام إليمنتس، فعليا to write simple java program و to explain the basic syntax of java program. طبعا كلمة syntax ممكن أحد يسأل، syntax لو أجينا نترجمها للعربي هي معناها بناء الجمل في لغة جافا. إيش يعني بناء الجمل؟ يعني أشبه ما تكون بقواعد كتابة اللغة، احنا بنسميها syntax، طريقة الكتابة أو بناء الجمل فيها بنسميها syntax. To create, compile and run Java programs، المراحل اللي بمر فيها برنامج المكتوب بلغة جافا، وراح نشوف كيف بيتم هذا الأمر. وأيضا راح نستخدم IDE اللي هو Integrated Development Environment، راح نكتب برامجنا باستخدام برنامج اسمه IntelliJ IDE. راح أفرجيكم شلون من وين ننزله وشلون نستخدمه. طيب فهو عبارة عن بيئة متكاملة لعمل مشاريع للغة جافا. طبعا في غيرها، في نتبينز ممكن بعضكم بيعرفها، نتبينز او في اس كود او اكليبس، تمام. فهي الانتليجي، اذا تشوفوا الشروحات السابقة كانت الجامعة معتمدة النتبينز، لكن سنعتمدوا الانتليجي. انا بشوفها افضل، مع اني انا متعود على النتبينز اكثر، يعني صار لي حوالي 15 سنة بشتغل مع النتبينز، ومن جديد بشتغل مع الانتليجي ممكن من سنتين ثلاث فقط. انتليجي كبيئة ممتازة جدا لكتابة البرامج. طيب الآن ايش يعني برنامج؟ احنا كل يوم نستخدم تطبيقات مختلفة على الجوال على الكمبيوتر. ايش يعني برنامج؟ فيوتيل كمبيوتر وات تو دو ثرو بروجرامز، هو فعليا البرنامج هو اذا جينا نعرفه هو عبارة عن سيت اوف انستراكشنز، هي عبارة عن مجموعة من الأوامر that tells the computer what to do فعليا. فاحنا البرنامج هو يخبر الكمبيوتر ايش عليه يعمل، فهو عبارة عن مجموعة من الاوامر التي تخبر الكمبيوتر او تخبر الكمبيوتر ماذا عليه القيام به. ف without programs a computer is an empty machine، يعني بدون برامج الكمبيوتر هو عبارة عن إيش؟ الكمبيوتر هو hardware و software. hardware without operating software ما راح يشتغل أو ما راح نستفيد منه. computer programs are instructions to the computer، فهي عبارة عن أوامر. طبعاً هذه الأوامر نكتبها بلغة برمجة معينة مثل لغة جافا، ثم تفسر للكمبيوتر ليقوم بتنفيذها. Computers do not understand human languages, so you need to use computer languages to communicate with them. راح نتكلم عن هذه النقطة. يعني أنت الآن لما تتعامل مع الكمبيوتر راح تتعامل بلغة يستطيع الكمبيوتر فهمها. طبعاً الكمبيوتر languages اللي هو الهاي ليفل languages، طبعاً مش مذكور هنا في السلايدات، اللي هو عندنا هاي ليفل languages ولو ليفل languages. الكمبيوتر فعلياً هو بفهم فقط الباينري سيستم اللي هو 0 و 1. لغات البرمجة مثل جافا، بايثون، سي بلس بلس إلى آخره ما بفهمها بشكل مباشر، ولكن هناك برنامج يقوم بترجمتها له، احنا بنسميه كومبايلر أو انتربريتر حسب لغة البرمجة المعتمدة أو المعتمد في لغة برمجة معينة. طيب programs are written using programming languages، نستخدم لغات البرمجة لكتابة البرامج. Good and logical programming is developed through good pre-code planning and organization. الآن عشان نكتب برنامج بصيغة جيدة، طبعا هو البرنامج عبارة عن إيش؟ إحنا قلنا set of instructions، يعني programs computer programs instructions to the computer. هذه التعاريف مهمة إنك تكون ملم فيها، تمام؟ إيش فائدة البرامج فعليا؟ Tell the computer what to do. طيب ايش يعني الجوريثم؟ راح نشوف تعريفها في سلايد اللاحق، اللي هي عبارة عن set of steps to solve a specific problem. الالجوريثم او الخوارزمية بالعربي هي عبارة عن مجموعة من الخطوات
مجموعة من الخطوات المنطقية لحل مسألة ما أو للقيام بعملية معينة. طيب ليش بنستخدمها؟ إحنا أنا عشان أحل مسألة معينة أو قبل ما أكتب برنامجي باستخدام لغة برمجة معينة يفضل إني أضع الحل أو الخطوات اللي بيمر اللي بتتم في هذا البرنامج، كيفية حل المشكلة، هذه بنسميها algorithm. فهي عبارة عن ordered set of unambiguous، ممكن تستخدم كلمة clear تمام بدل unambiguous غير غامضة يعني واضحة، ممكن تقول clear steps أو defined steps well defined steps that describes a process. هي عبارة عن مجموعة خطوات تصف عملية معينة أو مجموعة خطوات set of steps ممكن تقول to solve a given problem تمام. الالجوريثم كان بي امبلمنتد ان مور ذان وان بروجرامينج لانجويج، ثم يتم تطبيقها باستخدام لغه برمجه معينه. طبعا ايش الفائده من الالجوريثم؟ هناك عده فوائد. انك انت بتكتب الالجوريثم بلغه اقرب ما تكون الى لغتك الفعليه، فعليا ما بتستخدمش فيها رموز البرمجه كثير او عناصر متعلقه بلغه البرمجه. هذه نقطه. نقطه ثانيه، هي مفيده في حاله ايش؟ في حالة انه الكل بفهمها. ايش يعني الكل بفهمها؟ سهل انه شخص غير متخصص يفهم ايش اللي قاعد بيصير، او شخص مش متخصص بلغة برمجة معينة يفهم ايش اللي قاعد بيصير. ايش يعني؟ الان في الكتب العلمية غالبا تجد وصف لخوارزمية معينة غالبا بكتبوها بصيغة احنا بنسميها سيودو كود. طبعا التعبير عنها سيودو كود اللي هو احنا بنسميه كود مزيف او شبيه الكود، وما بكتبوها بلغة برمجة معينة في أغلب الأحيان. ليش؟ لأنه ممكن لغة البرمجة هذه ممكن بعض الأشخاص المتخصصين بفهموها وممكن بعض ما بفهمها. فهذه النقطة. لو مثلا جيت على شخص متخصص في لغة بايثون ما بعرف غيرها على سبيل المثال، وجبت له كود مكتوب بلغة جافا، ما رح يفهم بصورة واضحة، ممكن يفهم بصورة أوضح لو جبت له سيودو كود أو الألغوريثم مكتوبة كخطوات ثم يمكن ترجمتها أو تطبيقها باستخدام لغة برمجة معينة. فالآن algorithms أعتقد مرت اللي ماخذ مادة TM111 أعتقد هذه المفاهيم مرت معه تمام. طيب الآن algorithms can be designed through the use of flowcharts اللي هو مخطط سير العمليات. راح نشوف كيف بيتم نفس algorithm ولكن بصورة مرسومة، بنستخدم رموز لوضع الخطوات فيها، وهذه بتجعل من السهل فهم أي مسألة من خلال هذا الأمر. أو سيودو كود، سيودو كود اللي هو احنا بنسميه كود مزيف أو شبيه كود فعليا. فuses English like phrases to outline the program، كأني بكتب خطوات برنامج معين لكن بستخدم لغة أقرب للغة الطبيعية تمام. والفلو تشارت جرافيكال ريبرزنتيشن اوف ان الجوريثم، فهي تعريفات هذه ايضا مهمه. سيودو كود تمام، يوزز انجلش لايك فريزز تو اوتلاين ذا بروجرام تمام، والفلو تشارت جرافيكال ريبرزنتيشن اوف ان الجوريثم. طيب الان هذه الرموز المستخدمه في الفلو تشارت، في عندي عده رموز وكل رمز يستخدم في حاله معينه. على سبيل المثال هذا السهم اللي هو الفلو لاين، هذا بربط العناصر ببعضها البعض او الرموز ببعضها البعض مثل ما راح نشوف. هذا بيوضح لنا انسياب البرنامج، ايش الخطوه التاليه. التيرمينال هذا بنستخدمه فقط في البدايه وفي النهايه. هذا التيرمينال بنرسمه بهذا الشكل او غالبا بنرسمه بشكل بيضاوي بهذا الشكل. هذا بيحتوي اما ستارت، هذا فقط للستارت وللستوب فعليا، فبنسميه تيرمينال. فالستارت و الـ end of the task. الـ input والـ output بنستخدم له اللي هو هذا الرمز اللي هو متوازي المستطيلات، فبنستخدمه للـ input والـ output. طبعا الـ input والـ output تعرف الكمبيوتر هو عبارة عن device بيستقبل input مدخلات من اليوزر ثم بيعطي ايش؟ output تمام. الآن عملية الـ processing أو الـ process، إذا كان عندي مثلا عملية حسابية أو عملية مثلا استخدام متغيرات إلى آخره، هذه بنستخدم لها اللي هو رمز المستطيل. used for arithmetic and data manipulation operations the instructions are listed inside the symbol، فهو لقيام بعمليات معينة مثل عمليات
حسابية. تمام؟ decision هذا راح نستخدمه أحيانا، بعض المسائل بيكون فيها عندي decision يعني أكثر من طريق، غالبا يحتوي على logical expression used for any logic or comparison operation. logical expression فبيكون في عندي اللي هو عبارة منطقية، هذه إما تكون true وإما تكون false، فإذا النتيجة true بيروح باتجاه معين، إذا false بيروح باتجاه آخر. الكونكتر هذه to join different flow lines، أحيانا لما البرنامج يتشعب عندي ويكون عندي flow lines طالع من مكان ومكان، نربطها باستخدام اللي هو الكونكتر هذه، أو أحيانا نستخدمها أيضا إذا كان مثلا حجم الفلو chart أكبر من حجم ورقة معينة وننتقل لصفحة ثانية، ممكن نستخدم أيضا الكونكتر، بس استخدامها قليل وبسيط. طيب الآن الستيتمنت ستراكشرز، في عندي بالنسبة لكل برامج الدنيا في عندي ثلاث حالات فقط، احنا بنسميها هذه ستيتمنت ستراكشرز. ثلاث حالات ايش يعني؟ البرنامج حقي ممكن يكون بشكل انسيابي، او حتى ممكن يكون جزء منه بشكل انسيابي او كله، وفي عندي سيليكشن او ديزيجن. ديزيجن اللي هو قرار، ممكن بعض الخطوات. طبعا سيكونس ايش يعني؟ فولو انستراكشنز فروم وان لاين to the next without skipping over any lines. يعني عندي زي خطوات 1 2 3 4 5 6 كلها يتم تنفيذها. الديزيجن لا، احيانا بناء على شرط معين او بناء على تيست معين فعليا بيتم تنفيذ بعض الاوامر او بعض الانستراكشنز، تمام، وبعضها لا حسب الحال، فهذه بنسميها ديزيجن. If the answer to a question is yes, then one group of instructions is executed, and if the answer is no, then another is executed. فهذه الشكل الآخر. الشكل الثالث اللي هو الريبيتيشن أو اللوبس، تمام. اللوبس أو الريبيتيشن نستخدم لها أكثر من كلمة، ريبيتيشن، إيتريشن، لوبينج. هذه هي عملية تكرار، أحيانا بعض الجمل بيتم تكرارها عدة مرات، راح نشوف الآن أمثلة وحالات لهذا الأمر. series of instructions are executed over and over. فعندي بعض الانستركشنز يتم تنفيذها أكثر من مرة، هذه نسميها looping أو iteration أو repetition. طيب فعندي فقط البرامج فعليا اللي هو statement structure تنتمي إلى أحد ثلاث هذه structures، تمام، تراكيب، إما sequence تمام بشكل تسلسلي، وإما يكون في decision أو يكون في repetition. طيب الآن sequence structure إيش هو؟ the sequence structure is a case where the steps in an algorithm are constructed in such a way that no condition step is required. خلينا نشوف مثال. هذا مثال. design an algorithm for finding the average of 6 numbers where the sum of the numbers is given from the user. طبعا الحل موجود في السلايد التالي، ولكن بدي اكتبه انا هنا على الوايت بورد عشان الفكره تصل بشكل احسن، تمام، هذا الوايت بورد. طيب الالجوريثم فور فايندينج ذا افريج، الان هو طلب مني الالجوريثم. طبعا الالجوريثم راح اكتب سيودو كود يعني الخطوات بلغتي، طبعا مش شرط التزم باللغه المكتوبه مثلا في الحل الموجود عندهم، تمام، of six numbers where the sum of the numbers is given from the user. طبعا ايش اللي given؟ ففي عندي انا في البدايه طبعا قبل ما ابدا حتى في كتابتها بدي احدد ايش المطلوب وايش المدخلات، ايش الانبوت وايش الاوتبوت. الانبوت اللي هو sum of numbers is given from the user، فهذا الانبوت، الانبوت اللي هو الصم، والاوتبوت ايش؟ finding mean average، تمام. فهذا مثال بسيط جدا لهذا الموضوع. طيب الآن مدام أنا عرفت إيش الـ input والـ output، فهذه ممكن نستخدم لها ما يسمى بـ variables. فإحنا لو أجيت أكتبها كـ algorithm أو pseudo code، أنا ممكن أحطها بهذا الشكل، أقول start، تمام، دائما نبداها بستارت. طبعا بالنسبه لسيودو كود او الالجوريثم لو طالع كتب مختلفه راح تشوف صيغ مختلفه، ولكن كلها متشابهه الى حد كبير، فقط انه اني اضع الخطوات بلغه واضحه.
الفاريبلز اللي هنا احتاجها ايش؟ احتاج تو فاريبلز. لو قلت هنا الفاريبلز اللي احتاجها فاريبلز طبعا متغيرات، وراح نتعرف عليها لاحقا بالتفصيل. ايضا اقول فاريبلز، الفاريبلز اللي هنا بنستخدمها ايش؟ عندي فاريبل للافريج خلينا نسميه AVG، وفاريبل للصم. تمام. الان ايش الانبوت؟ الانبوت اللي هو الصم، المجموع، مجموع الارقام. طبعا هنا مبسطين المساله بشكل كبير، فاقول انبوت يعني انه المستخدم راح يدخل ايش؟ اللي هو الصم، مجموع الست ارقام. طيب الافرج شلون اوجده؟ اوجده من خلال انه الافرج هو الصم تقسيم 6، فاقول ممكن اقول calculate the average، او بهذا الشكل اقول average. ممكن استخدم اشارة اليساوي في السيودو كود، او استخدم السهم بهذا الشكل، يساوي اللي هو الصم على 6، ثم خلص بس يحسبها اقول له output او print، ممكن اقول له print او output، اللي هو avg، مش average عفوا، avg، لانه استخدمنا الفاريبل هذا. فهذه بعض النقاط الافضل انه نلتزم فيها. تمام. فهذا AVG تمام يساوي الصم على 6، واوتبوت لل AVG خلص خلصنا ستوب. طيب هذه بالنسبه لي كسيودو كود. اذا اردت اني ارسمها كفلو شارت نستخدم الرموز اللي شفناها قبل شوي. طبعا الستارت والستوب معروف الرمز تبعهن اللي هو الشكل هذا البيضاوي، او اللي هو الراوندد ريكتانجل، هذا ستارت. تمام. بعديها ايش الفاريبلز؟ فيش داعي لنا نذكرها هنا، بس نقول له على طول انبوت. انبوت نستخدمها اللي هو متوازي الاضلاع، الباراليلوجرام انبوت. انبوت لمين؟ اللي هو الصم. ثم ايش هذه فلو لاين، يحسب لي الان افريج. هذه طبعا في شكل مستطيل، ليش؟ عملية حسابية. أقول AVG يساوي، ممكن أستخدم يساوي أو هذا السهم اللي هو صم على 6، ثم أقول له Output أو Print اللي هو AVG، وخلصنا. فنحط إيش؟ Stop. واضح الأمور الآن؟ أمور بسيطة جدا. المادة هذه شباب البرمجة عموما إذا مسكتها من أول حبة حبة الأمور راح تكون بسيطة، هي بحاجة إلى جهد. إذا كنت ناوي أنك تصير مبرمج مستقبلا، حتى محتوى المادة لا تكتفي به، محتوى المادة بيعطيك الأساس فقط، وهذا الأساس أنت منه بتنطلق فعليا. لابد أنك تحل أكبر قدر ممكن من المسائل. تمام. طيب الان هذا المثال حله موجود هنا طبعا. تمام. هذا السيودو كود وهذا الفلو شارت الخاص فيه. تمام. فشبيه باللي انا كتبته. فانا قلت لك يعني اللغه مش مهم كثير انك تكتب اوتبوت او برنت نفس الشيء، فهذه نفس الرموز. الان هذا مثال ثاني طبعا. هذا اللي هو سيكونس ستراكشر. ايش يعني سيكونس ستراكشر؟ اذا تلاحظوا كل الخطوات بيتم تنفيذها. يعني لو مثلا المستخدم راح دخل الصم على سبيل المثال، خلينا نقول مثلا 42 مثلا، راح المستخدم دخل 42، راح يجي الافرج يقسم 42 على 6، راح تكون الافرج قيمتها كم؟ 7. ثم يطبع لي الافرج، راح يطبع لي ايش؟ 7. فكل الخطوات في هذا تم تنفيذها، وهذا سيكونس. يعني ما في لا في سهم راح يمين ولا سهم راح شمال، يعني كل خطوة يعني لو أجينا نرقمها بهذا الشكل 1 2 3 4 5 كلها نفذت. تمام. بدون سكيب لي أي خطوة من الخطوات. هذا مثال ثاني. Design the algorithm which will accept two numbers from the user and calculate the sum and the product while printing the answers on the screen. طيب هو accept two numbers، يعني هذه two numbers هما الانبوت، فممكن نعتبرهم x y، ممكن نعتبرهم number one number two مثلا، هذه inputs. تمام. دائما اقرأ المسألة قبل ما تبدأ بالحل. from the user and calculate ايش اللي راح نحسبه؟ الصم اللي هو حاصل المجموع، والproduct اللي هو حاصل الضرب، وprinting the answers on the screen.
فاطبع الجواب على الشاشة. فبكل بساطة لو كتبتها هنا مثلا أقول start وإيش في البداية الفاريابلز اللي عندي كم فاريابل؟ اثنين للإنبوتس واثنين للأوتبوتس. أقول مثلا فاريابلز اللي عندي خلينا أسميهن num1 num2 وsum وproduct، أسميهن مثلا num1. تسمية الفاريابلز راح نتكلم عنها لاحقا، مش مهم كثير انه طبعا، اهم شيء التسمية تكون معبرة عن الشيء اللي احنا بنتكلم عنه، لهذا لا يفضل ان نستخدم مثلا x و y واسماء غامضة او غير واضحة. تمام، وهنا sum و average، تمام، مش average عفوا product، أنا أسميه product. طيب الآن هذه الفاريبلز اللي عندي، الانبوت لمين بدنا نعمل انبوت؟ نعمل number 1 ونمبر 2، انبوت number 1 ونمبر 2. طيب تم إدخالهم، ثم إيش؟ احسب لي الصم والبرودكت، ثم اطبع الصم والبرودكت. نقول له صم يساوي او سهم، تمام، اللي هو num1 زائد num2 بس، زائد num2، وممكن نطبعها مباشره او ممكن نخلي طباعتها للاخير بعد ما نحسب البرودكت. ممكن نقول له برودكت يساوي ايش؟ num1 ضرب num2، ثم نطبع القيم. اقول له print او output، ممكن اقول output او print، اللي هو sum و print product. ولاحظ هنا النتيجة النهائية اللي هو راح يطبع لي sum وال product. هذه بكل بساطة ممكن لو حطيت print sum بعد ما حسب لي sum ما في مشكلة كترتيب خطوات، و print product بعد ما حسب لي product ما في أي مشكلة. يعني لو مسكت هذه مثلا حطيتها هنا ما في أي إشكال أو ما في اختلاف في الموضوع بالنتيجة النهائية، ولا حتى في البرفورمانس او حاجة ثانية. وهنا ستوب، تمام، نفس المبدأ كفلو شارت. نعمل ستارت، ثم ايش؟ نعمل انبوت لا num1 ونم2، num1 num2، تمام، ثم ايش نعمل نوجد الصم على سبيل المثال. هذا الصم يحسب لي اياها، ممكن نحطها بمربع واحد هذه الثنتين العمليتين، او ممكن نخليه كل واحد في مستطيل لوحده. اقول صم كيف نحسب؟ num1 plus num2، ثم ايش؟ نفس العملية ممكن اكررها للبرودكت، عفوا هذا مستطيل، فانتبهوا لموضوع الرموز. تمام، هنا البرودكت، حسب لي البرودكت ساوي num1 plus times عفوا num2. تمام، ثم اطبع لي اللي هو sum product، ممكن نحطهن ب اللي هو متوازي اضلاع واحد مثلا، نقول له print اللي هو sum وproduct، ممكن نضعها في متوازيين اضلاع مش قضية كبيرة، المهم ترتيب الخطوات، ثم ايش؟ stop. تمام، في سؤال عندك محمد؟ تفضل. في احد عنده سؤال عند هاي النقطه قبل ما انتقل للبعدها؟ لان شايف في ناس رافعين يدهم. يا شباب هل الصوت مسموع؟ هل الامور واضحه؟ تمام، طيب تمام، تفضل. لا، البرنت متوازي اضلاع، معليش، البرنت متوازي اضلاع، البرنت والانبوت نفس الشكل، بس انا على الرسم انا مش فهي متوازي اضلاع، تمام، ليست مستطيل. تمام،
حياك. طيب الآن هذا السيودو كود وهذا الفلو تشارت. طبعا ترتيب مش كثير مهم هنا لأنه النتيجة واحدة، يعني سواء حسب الصم والبرودكت ثم طبع قيمهن، أو حسب وطبع ثم حسب الثاني وطبع، نفس النتيجة واحدة. تمام، هو معرف الفاريبلز مسميه نمبر 1 نمبر 2. تمام، فما في أي إشكال. طيب أهم شيء تكون الأمور واضحة إلى الآن. الآن decision structure، تمام، decision structure أو في بمسمى آخر بنسميه selection. تمام، allows a program to make a decision and change its behavior based on a condition. طيب هذا بيكون فيها تفضل، مش سامع. ليش تكرر؟ قبل شوي تكلم، ما ادري سمعتني ولا لا. تفضل، سمعت واحد يتكلم بس ما فهمت. تفضل. لا انا كنت اتكلم قبله وبعدين هو تكلم برضه. ايش قلت انت؟ لا بس كنت بقول يا دكتور ان الخط اللي قبل الشرح هذا ما فهمته، الخط ما فهمته مره. ايش هو؟ بقول لك اني اشرح اللي هو السيكونس، هذه الجدول. اي سيكونس؟ ايوه. ايش النقاط اللي ما ايش اللي مش واضح؟ وضح لي ايش النقطه اللي نفسها، يعني الخطوات، يعني الخطوات بس اقصد يعني اشرح على السريع. طيب بكل بساطه، انت الان لما تتعامل مع خلينا نقول اله حاسبه على سبيل المثال، وقلت لك الان ابعطيك رقمين ثم طلع لي مجموعهم، فالترتيب المنطقي لهذا الامر اني اعطيك الرقمين انت تدخلهم، الاله الحاسبه راح تجمعهم ثم تطبع لك النتيجه على الشاشه. فهذه الخوارزميه فعليا انه تحط الترتيب المنطقي لمساله معينه. واضح النقطه؟ خليني اعطي مثال من عندي. مثلا لو قلت على سبيل المثال الان، لو قلت مثلا برنامج يوجد مساحه مستطيل. طبعا هذه ايش الفائده منها لاحقا بعد شويه، هذه انت بتعلم الكمبيوتر كيف يشتغل هذا الشغل. فلهذا السبب احنا بنكتب الخوارزميه مثلا، بدي احولها لبرنامج يكتب مثلا يوجد مثلا مساحه مستطيل. طيب انا عندي هذا مستطيل، تمام، هذا مستطيل ابغى اوجد مساحته. تمام، ابغى اوجد مساحته. طبعا هو المستطيل ايش مساحته؟ الطول في العرض، هذه مثلا هذا اللينث او الويدث هذا، وهذا اللينث، مش خلاف، هذا اللينث تمام وهذا الويدث. طيب كيف بوجدها؟ وعندي ايش لازم اوجد؟ اللي هو المساحة حقه اللي هي احنا نسميها area. طيب فأنا برتب الخطوات بشكل منطقي، هي البرمجة انك ترتب خطوات لمسألة معينة، لحل مسألة معينة بشكل منطقي. طيب ايش المنطقي فيها؟ في البداية حتى اوجد مساحة مستطيل لابد اني اكون عارف ايش اللينث وايش الويدث حقه، صح؟ القيم، مدخلات، معطيات. إذا قلت لك الآن احسب لي مساحة الغرفة اللي أنت قاعد فيها، غالبا الغرف مستطيل. طيب تقول لي انتظر حتى أقيس أعرف طولها في عرضها، تقول لي 5×4 على سبيل المثال، بعدين تقول لي هذه مساحتها 20 متر مربع. فأنت رتبتها بترتيب منطقي معين. إحنا بنكتب البرنامج بهذا الشكل، بالترتيب المنطقي للخطوات. تمام؟ ففي البداية الكمبيوتر لو أراد يحسب لي، أعمل مثلا برنامج يحسب لي مساحة مستطيل. الكمبيوتر عشان يحسب لي لابد انه ياخذ المعطيات، هذا اللي راح ياخذها من اليوزر. احنا حاليا نتعامل مع فاريبلز، لانه هو راح ياخذ القيم يخزنها في هذه الفاريبلز. فلما اقول له مثلا ستارت، والفاريبلز معروفه اللي عندي ثلاث اللي هي لينث ويدث واريا، تمام، اجي اقول له ايش المدخلات؟ المدخلات اللي هو لازم يكون عارف اللينث والويدث. اقول له انبوت دخل لي اللي هو اللينث والويدث، تمام. بعد ما اعرفها بده يحسب الاريا. الاريا خلص قانون مساحه المستطيل، اقول له اريا تساوي ايش؟ لينث ضرب الويدث. الان بعد ما حسبها ايش الخطوه التاليه؟ ابغى اشوف النتيجه على الشاشه. شلون اشوفها؟ اقول له اطبع لي النتيجه اوتبوت او برنت. برنت مين؟ برنت الاريا. بس هذه كل الفكره. ثم خلصنا ستوب.
وضحت النقطة؟ لو أجي تحول إلى فلوتشارت بس استخدم الرموز هذه الستارت أعطيناها هنا الانبوت في متوازي أضلاع تمام اللي هو انبوت لينث وويدث تمام ثم ايش يحسب لي الاريا هذه بروسيس اريا تساوي لينث ضرب الويدث معلش طيب ثم ايش اطبع لي النتيجة print area فبس فكر فيها بهذه البساطة ثم stop هي عبارة عن عملية معينة بترتيب منطقي معين طبعا ترتيب ما بنفع اني اخربطه مثلا ما بقدر احط مثلا print area قبل ما احسبها وضحت الفكرة وضحت ما بقدر احسبها بدون ما اخذ المعطيات وهكذا تفضل احنا استعمالنا بيكون للكود هذا العادي ولا للفلوشات هذه ممكن تجيك كمساله انت اذا كتبت اذا انت كتبت لسيودو كود سهل انك ترسم الفلوشات والعكس بالعكس يعني صحيح فما صحيح. ما 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 فرقت شيء هذه النقطه ايش الفائده منه هذه بتوضح لك المساله وبترتب لك خطوات المساله فعليا تمام هذه طبعا راح تحتاجها يعني لو اشتغلت في البرمجة حتى مستقبلا راح تحتاجها بشكل كبير انك تكتب تصيغ المشكلة بلغة عامة يعني فعليا لغة عامة كأنك تتكلم مع واحد باللهجة العامية تمام تصيغها بترتيب معين بترتيبها المنطقي ثم تحولها الى لغة برمجة معينة حسب لغة البرمجة اللي انت شغال فيها في حالة نجافة تمام طيب ان شاء الله تكون الامور وضحت الان طيب الان تفضل اجي بفضلك الحين السيوديك ايش هي نفسها الالجوريثم شو هي الالجوريثم السيودو كود قصدك الالجوريثم احنا بنعبر عنها باستخدام السيودو كود نفسها مسمى واحد صح والله هذه قضيه فلسفيه يعني تقدر تقول مسمى واحد نعم لانه في ناس بيجي بيقول لك الالجوريثم فعليا اذا قلت الالجوريثم شوف اذا ما عبرت عنها بسيودو كود راح اكتب بهذا الشكل تكتبها الالجوريثم زي اصيغها خطوات لو قلت هذه 1 2 3 4 5 مثلا عشان اوضح لك الفكره تمام عشان اوضح لك الفكره هذه عشان اكتبها الالجوريثم مش سيودو كود هو الالجوريثم الخطوات بلغتك مصوغه ولكن مزعج الموضوع ليش ممكن اقول 1 input the values of مثلا ذا كاني بتكلم كلام values of number 1 و number 2 تمام number 1 number 2 2 calculate بهذا الشكل بس عشان اوضح لك الفكره ذا sum by adding نمبر 1 تو نمبر 2 واضح الفكره تمام ثلاثه برينتينج ذا فاليو اوف ذا سم فهي فعليا كسيودو كود اقرب ما تكون لشكل كود ولكن لا يتبع للغه برمجه الالجوريثم اذا صغتها بلغتي كاني قاعد اقول لك اكلمك بلغتي الطبيعيه وضحت الفكره ايوه بدون اعتماد كثير مثلا على الصيغ الرياضيه او اني استخدمها مختصرات فهي الالجوريثم انا بعبر عنها باستخدام سيودو كود بشكل مختصر اكثر بس هذه فالموضوع فلسفي احيانا السيودو كود نفسه هو بنطلق عليه الالجوريثم فعليا هو السيودو كود هو الالجوريثم ولكن بهذا الشكل بشكل سيودو كود وهذه الفلو تشارت هو نفسها الالجوريثم ولكن بشكل فلو تشارت وضحت الفكره بس اما اذا صغتها كخطوات بشكل عام هذه وين هذه بنسميها هذه ممكن نكتب الالجوريثم بس الشكل العام لها فاحنا بنستخدم سيودو كود عشان نعبر عن دكتور عندي سؤال بس تفضل هل بعدين ممكن نستخدم برنامج نطبق فيه الكودينج
طبعا طبعا اليوم جايين هالموضوع هذا فقط تمهيد. طبعا هو هذا تمهيد مهم جدا، يعني اذا بدك تتعلمه بشكل صحيح ممكن ياخذ اكثر من عده ميتينجز فعليا، يعني اذا بدك تاخذ بالتفصيل، وهذا امر جيد كبدايه تعلم. لكن اعتبارا من اليوم راح نبلش يعني تعرف الاليمنتس لبرنامج جافا وعناصره والبلوكس والى اخره ونكتب. فهذه هذه نظريا لكن راح تحتاجها، فهمت علي شلون؟ اكيد انا اصلا دارس التيمي وداعش. ايوه تمام، نص الكلام فاهمه. تمام في تشابه كبير للمفاهيم الاساسيات. طيب الان الديسيجن ستراكشر اللي فيها اتخاذ قرار احنا بنسميها اختيار، تمام. allows اللي بيستخدم الاف ستيتمنت غالبا، allows the program to make a decision and change its behavior based on a condition. فهذه غالبا فيها شرط معين وبناء على هذا الشرط النتيجة بتكون. فبالتالي البرنامج مش انسيابي انه كل الخطوات بتم تنفيذها بالترتيب، لا، بعض الخطوات ممكن تنفذ وبعضها لا حسب معطيات معينة او شرط معين. فذا كونديشن از لوجيكال تيست هوز اوتكم از ايذر ترو اور فولس. فهو عبارة عن لوجيكال تيست او لوجيكال اكسبريشن، عبارة منطقية، تمام، زي عملية مقارنة مثلا. الآن راح نشوف the pseudo code and flow chart of the decision structure is shown below. If the condition is true, A is executed. If false, task B is executed. فعندي أنا ك pseudo code نكتب اللي هو if statement، وبنحط فيها شرط، شرط معين. هذا إذا الشرط صحيح، إذا true task A بيتم تنفيذها، task B بيتم تجاهلها. ولكن إذا الشرط مش ترو بيتم تنفيذ، وفعليا بهذا الشكل if condition، اذا الشرط فولس بيتم تجاهل تاسك A وبيروح بينفذ تاسك B، تمام. طيب هي طبعا لها اكثر من شكل فعليا، لكن راح ناخذها بالتفصيل لما ناخذ الديسيجنز في جافا او الاف ستيتمنتس في جافا، لانه لها ثلاث اشكال، تمام. فعليا في الاف ستيتمنت في عندي سنجل اف ستيتمنت، ممكن استخدم الاف بدون الس، ممكن استخدم اف الس، وممكن يكون عندي شيء بنسميه نستد اف ستيتمنت اللي يكون عندي اكثر من ثلاث خيارات او اكثر، مش فقط يا ترو يا فولس، لا، ممكن يكون عندي حتى اكثر من اللي احنا بنسميه ايش، اكثر من لوجيكال تيست. طيب فهذا will be discussed later. طيب الآن فكفلو شارت نحن نستخدم الرمز اللي هو دايموند هذا المعين، تمام، وبيكون فيه إيش، لوجيكال كونديشن. فإذا كان ترو بيروح بنفذ تاسك A، إذا كان فولس بيروح بنفذ إيش، تاسك B. فهنا مستحيل تاسك A وتاسك B يتم تنفيذهم في هذا البرنامج من الاستحالة، إما A وإما B. فهذا احنا نسميه decision structure. طيب example design an algorithm of a program that reads from the user a number طيب and displays on the screen a message if the number is positive or non-positive. طيب فأنا عندي المعطيات إيش هي؟ المعطيات عندي variable واحد اللي هو إيش، اللي هو number راح يدخله اليوزر. طيب النتيجة إيش؟ راح يطبع لي message إيش فحواها، positive او non positive. طيب positive number اللي هو ايش، اللي هو number اللي اكبر من zero، اللي اكبر من zero هذا positive. non positive غير ذلك، اقل، اذا كان اقل او يساوي zero هذا ايش، اقل او يساوي zero هذا non positive. فبالتالي انا بقدر اكتب يعني البرنامج بكل بساطة، نقول له بعد start، تمام، نخلي المستخدم يدخل النمبر، نقول له use variable number، او على طول انا ممكن اكتبها بهذا الشكل input number. طيب بعد ما المستخدم يدخل النمبر بدي اشوف هل هذا النمبر positive ولا non positive. ايش اقول له؟ اذا كان النمبر اكبر من zero معناته اطبع لي ايش، اطبع لي جملة كلمة positive. Otherwise أو else يطبع لي إيش؟ non positive.
طيب لأنه عندي خيارين لا ثالثة لهما في هذه الحالة. فأقول له if اللي هو number هذا اللوجيكال تيست is greater than zero then ممكن أكتب كلمة then هنا. طيب then إيش print يطبع لي على الشاشة كلمة positive هذه علامات تنصيص شباب print positive تمام else غير ذلك print non positive خلص هذا البرنامج stop. طيب لو أجيت أرسمه كفلو chart هذا start عندي على مهلك شوي بس تمام ونعمل ايش input لا number طيب بعد ما دخلنا النمبر هذا اللوجيكال تيست عندي اللي هو هل النمبر اكبر من زيرو عندي يا يس يا نو يا ترو يا فولس تمام اذا ترو ايش ساوي لي اقول له print positive print positive تمام else هذه في حالة false طبعا تكتب ترو على اليمين وفولس على الشمال او ترو على الشمال وفولس على اليمين ما بتفرقش يعني في النهاية تمام print non positive تمام ثم بنوصلهم بعض ممكن نوصلهم من خلال اللي هو كونكتر هنا بيجي استخدامه وممكن بدون عادي يعني خلص هنا ايش ستوب طيب تفضل ايش عندك السلام عليكم وعليكم السلام هذه الاشياء اللي تشرحها الحين بعدين راح نطبقها صح فعليا هذه كمقدمه في الماده هذه غالبا مش راح نطبق هذه وين بتفيدك انا اقول لك يعني انا صار لي متعلم برمجة من سنة 2003 كم صار لي 20 سنة بالضبط 20 سنة ونيف من بدايات 2003 طيب من ذاك الوقت الى الان انا لما تستعصي علي مشكلة معينة بكتبها الالجوريثم لحد الان هذه نقطة نقطة ثانية وين تحتاج الالجوريثم ممكن انت واحد غير متخصص طلب منك حاجة معينة وأراد يفهم تسلسل المنطقي أو إيش اللي قاعد بيصير ما راح يفهم لو كتبت له كود جافا ما راح يفهم أقواس وسيمي كولونز وفاريبلز يعني ما راح يستوعب لو كتبت له إياها كسيودو كود يستوعبها بشكل أفضل لو فرجيته إياها كفلو تشارت خصوصا في عالم البزنس يعني الفلو تشارت ممكن أي شخص حتى غير متخصص يفهم إيش اللي بيصير لما يطلع على الرسم تشرح له إياه بسهولة فهذه ميزة النقطة الأخرى أنه لو مثلا أنت كتبت أحيانا بنكتب برنامج بيطلع فيه خطأ يعني مش كل برامج هذه برامج بس مقدمة هذه بسيطة جدا لاحقا بيطلع فيه خلل معين أنت مش عارف شو هو لما تعيد صياغته كفلوتشارت أحيانا تضطر ترسم كفلوتشارت عشان تعرف وين الإشكالية فبيساعدك حتى على أحيانا إيجاد الإشكالية في برنامج أنت كتبته وضحت الفكرة؟ فهو فعلياً أنت راح تحتاجه بشكل عام تمام؟ ولو أنك في المادة هنا فقط أنت ماخذ مقدمة عنه فقط بالنسبة بالنسبة للرقم هذا اللي هو أكبر من الصفر هذا قانون؟ هذا مش قانون أنا شلون بعرف قلت لك العدد سالب عشرة هذا موجب ولا سالب؟ سالب شلون عرفت أنه سالب؟ ايش اللي يحدد انه هذه ارقام موجبه وهذه ارقام غير موجبه منطقيا هو سؤالي المقصد الترو والفالس هذا يجي على النمبر بس ولا ايش تقصد على النمبر بس ولا الترو والفالس ما فهمت عليك انا هذا هنا انا بخطط لبرنامج انا ممكن برنامج الان راح يجينا مثال شبيه فيه تمام الان هنا البرنامج الاعداد البوزيتيف هي الاعداد الموجبه هي الاعداد اللي اكبر من صفر تمام والاعداد الغير موجبه
هي الأعداد اللي من الصفر وتحت. طبعا الصفر له موجب وله سالب يسموه عدد محايد، تمام؟ ففقط يعني من ناحية منطقية. لا أنا أقصد بالنسبة للمعطيات إيش؟ هل ممكن تجي غير الأرقام النمبر؟ ما فاهم النقطة اللي أنت تسأل عنها بالضبط، مش فاهم مقصدك يعني، مش يعني المعطيات أنت قصدك لاحقا ولا على الحالة هذه؟ لا لاحقا. لا مش على الحالة هذه. لا المعطيات ممكن تكون عندك حروف، ممكن تكون أرقام، ممكن تكون أرقام، ممكن تكون حروف، تمام؟ ففي عندي هذه راح نتكلم فيها لاحقا على الفاريبلز والديتا تايبز. عندي ديتا تايبز ممكن تكون تواريخ مثلا، تواريخ لا تعتبر أرقام ولا تعتبر حروف، صح؟ لما أقول لك تاريخ اليوم هذا تاريخ له حروف ولا هو أرقام، هذا داتا تايب خاص. أنا ممكن أقول لك مثلا برنامج الآن، مثلا تروح على أي مكان مثلا بطبع برنامج لك في بيانات، هو على طول بطبع عمرك مثلا. شلون هو عرف عمرك؟ هو أنت مخزن فيه تاريخ ميلادك، هو بطرح سنة ميلادك من السنة الحالية. وضحت الفكرة؟ فهنا المعطيات كانت إيش؟ ديت. احيانا ممكن المعطيات على تكست، خصوصا مثلا في معالجة نصوص، هذه لاحقا راح ندرسها في السترينج داتا تايم، موضوع معالجة النصوص على سبيل المثال. لما اجي مثلا وهذه مستخدمة في تطبيقات كثير، مثل تطبيقات معالجة النصوص مثل وورد، لما ابحث عن كلمة معينة، طيب هذه انا عملتها كمدخلات. وضحت الفكرة؟ هي المدخلات مش شرط انها تكون فقط ارقام. عندي داتا تايبز كثيرة راح نتكلم عنها لاحقا. طيب الآن هنا مثال design an algorithm of a program that reads from the user a number representing the total score of a student، تمام، هو اللي هو النتيجة النهائية، and displays on the screen a message. طيب شو المسج؟ إذا student إيش؟ if the student passed or failed. فهو راح يقرأ من المستخدم، يعني زي برنامج يحسب، اعتقد انكم اشتغلتوا على اكسل شباب، صح؟ مايكروسوفت اكسل في فورمولا اسمها اف، اللي بيكون فاهمها باكسل سهل جدا هنا يفهمها. واحيانا حتى في اكسل في خاصيه الكونديشنال فورماتنج، مثلا عندي جدول في درجات طلاب واقول له على الكونديشنال فورماتنج لون لي مثلا درجه الناجحين، لون لي اياها بالاخضر، والراسمين لون لي اياها بالاحمر مثلا، تمام، عشان تكون صورة واضحة أمامي. طيب على أي أساس؟ هو على أساس شرطي فعليا. فمتى الطالب بيكون ناجح؟ إذا السكور حقه، يعني لو عرفناه كفاريبل سكور، إذا السكور هنا is 50 or more، يعني نقول له سكور أكبر أو يساوي 50، ففي هذه الحالة بيعطيني إيش؟ pass. otherwise بيعطيني إيش؟ fail. otherwise راح تكون أقل من 50. فهنا كالجوريثم نقول له start، والفاريبل يوزد اللي هو سكور او توتال سكور، خلينا نسميها سكور، تمام، نقول له input للسكور، input للسكور يا مستخدم، ادخل السكور حقك مثلا، ونقول له ايش؟ input score. نيجي نقول له if، اذا السكور أكبر أو يساوي 50 then إيش؟ اطبع لي pass أو passed. print كلمة أو جملة pass، تمام؟ تعطي else print fail، تمام شباب؟ واضح الفكرة إلى الآن؟ واضح. طيب وهنا stop. طيب إذا أردنا نشوفه كفلو chart نفس المبدأ هنا، فعند الـ variable score input score إذا كانت أكبر أو يساوي 50 اطبع لي pass، else غير ذلك اطبع لي fail و stop. طيب الآن الـ sentence structure الثالث اللي هو ايش؟ الريبيتيشن، اللي هو عملية التكرار. احيانا بيكون عندي عملية معينة
بكرر بتتكرر معي عدة مرات. فأني program instruction that repeats some statements or a sequence of statements several times is called iteration or loop. أحيانا راح تشوفوا لما بستخدم مصطلح repetition أو iteration أكثر من loop. فهي repetition, iteration أو loop هن نفس الحاجة. تمام؟ طيب الآن the repetition structure can be done using while loop. while معناها بالعربي طالما، يعني طالما الشيء الفلاني كذا استمر. طيب loops are based on logical tests. طيب the while loop is used to repeat statement or block state or a block state of statements as long as the condition is true. طالما هذا الشرط true, the pseudocode syntax and flowchart of the while loop are نستخدم كلمة while ثم داخلها شرط ثم جملة أو عدة جمل block of statements يتم تنفيذها بناء على هذا الشرط. أنا أوضح يعني كشيء في حياتنا اليومية، مثلا بنكرر شيء معين بناء على شرط معين. طبعا راح أشرح الموضوع هذا الانيشاليزيشن إيش هو الآن. خليني أضرب مثال. لما تروح عمرة عندك الطواف كم شوط؟ 7 أشواط صح؟ لما تبدأ بالطواف بالشوط الأول أنت بتحط زي عداد في رأسك عشان تعد الأشواط. فلما تبدأ عند الشوط الأول أنت حاط زي عداد في رأسك اللي هو أنا بعدني بالشوط الأول 1، لما تنتهي منه بتزيد هذا العداد 2، بتكرر نفس العملية بتدور بنفس الشكل، ثم عند الدورة الثالثة بتزيده. تمام؟ حتى يوصل العداد إلى كم؟ لما يصل 7 ما راح تظل تطوف طول عمرك صح؟ لما يصل 7 خلاص أنت انتهيت من طواف. هذه عملية repetition، عمل مكرر. لما تروح مثلا تنوي تطلع الصبح على سبيل المثال تركض حول الملعب 10 مرات، أنت بتكون زي معرف في مخك خلاص عداد، كل ما تصل للنقطة اللي بدأت منها بتعد بتزيد هذا العداد. لما يصل العدد اللي انت كنت محدده من البداية مثلا 10 مرات خلاص بتوقف. تمام؟ فعندي جملة طبعا راح نخوض في تفاصيل لاحقا هذه في لما نأخذ اللي هو بالكنترول ستركتشرز، لما نأخذ الريبيتيشن في جافا راح يكون في تفاصيل أخرى، لكن هذه بس مقدمة يعني. وهذه مش كل أنواع اللوب زي هيك، هذا نوع من الأنواع. الآن ففي عندي الفلو تشارت الانيشاليزيشن، هذا إيش؟ هذا الانيشاليزيشن إني أعرف عداد. طبعا هنا بتكلم بس عن الكاونتر بيز لوب، لاحقا راح نتكلم فيها. انيشاليزيشن أعرف عداد أبدأ منه كقيمة ابتدائية. إحنا غالبا لما أقوم بعملية معينة ببدأ من 1. تمام؟ تحط قيمة مثلا 1 أو 0 فعليا. تمام؟ ثم الشرط، طالما هذا الشرط لم يتم يكرر العملية. إذا الشرط هذا true بيروح بينفذ اللي داخل احنا بنسميها loop body. تمام؟ بينفذ الجمل الموجودة هنا، ثم بيرجع بيشوف الشرط مرة ثانية. إذا ما زال هذا الشرط true بيتم ينفذ، بيظل ينفذ طالما هذا الشرط true. تمام؟ إذا صار الشرط هذا false، ولهذا السبب لازم نعمل شيء داخل اللوب، غالبا نعمل شيء إنه في مرحلة ما أو عند نقطة معينة يصل هذا الشرط فولس، يصير فولس. تمام؟ عشان توقف اللوب، زي لما قلت لك أنت الآن لما تلف حول الملعب بعد كل لفة تزيد العدد بواحد، لو نسيت إيش بتظلك ثابت عند نفس الرقم بتلف لفة زيادة. إذا نسيت في مرة من المرات، إذا نسيت في كل مرة بتظلك تلف على طول. فهنا لابد إنه بعد كل دورة انه تقوم بعملية زيادة. تمام؟ هي مش في كل الحالات زيادة حسب الحال اللي بتحطه، لكن غالبا زيادة حتى ايش انه يصل في مرحلة ما خلص الشرط يصل الى false ويوقف. هنا مثال design an algorithm for a program that prints the numbers from 1 to 5. هذا البرنامج يطبع from 1 to 5 كل بساطة، يعني لو قلت start بس عشان اوضح الفكرة. الانيشاليزيشن هنا مهمة جدا، لابد اني اعرف عداد، خلينا نسميه كاونت
وأنا أبغى أطبع من وين؟ من الواحد إلى الخمسة. أقول count أعطيه قيمة ابتدائية تساوي واحد. طيب بعدين أجي أقول له طالما while الكاونت أقل من إيش أو تساوي خمسة شو يساوي لي؟ اطبع لي هذا الكاونت. أقول له print count. طيب وend while. end while لا لازم مش end while لأنه خليني أكتبها end while بس خليني أعمل فراغ هنا أنا متقصد هنا end while. طيب طيب لو أجيت هذا البرنامج هنا ستوب خلاص كذا هذا لو أجيت أنفذه مثلا بديت الكاونت واحد هل الكاونت أقل أو يساوي خمسة؟ طبعا هذه عشان نفهمها غالبا إحنا بنتبعها هنا هذا الكاونت تمام وهذا الشرط هل الكاونت أقل أو يساوي خمسة؟ الكاونت هي واحد هذه initialization نسميها قيمة ابتدائية أعطيناها الكاونت واحد هل الكاونت أقل أو يساوي خمسة؟ نعم هنا أخليها هذه شاشة الأوتبوت معناته إيش اطبع لي الكاونت الكاونت هذه طبعها واحد ثم ارجع شوف الشرط مرة ثانية هذه true طبعا ارجع شوف الشرط مرة ثانية هل الكاونت أقل أو يساوي خمسة؟ نعم يرد بطبعها واحد هل الكاونت أقل أو يساوي خمسة؟ واحد هذه راح يظل يطبعها راح يظل هالكاونت واحد إلى الأبد طيب معناته أنا نسيت خطوة شو هي اللي نسيتها؟ لابد إنه هذا الكاونت بعد كل مرة بعد كل ما أطبعه مرة أطبعه أزيده ليش أزيده بواحد؟ عشان يمشي على الخطوة اللي بعديها فأقول له هنا بعد ما يطبعها أقول له count يساوي أو ممكن أقولها يعني مختصرة increment count by one count يساوي count plus one هذه إيش عملت لي؟ هذه بس طبع الكاونت أول مرة خلينا من هاي الشاشة تمام بس طبعت الكاونت أول مرة هنا واحد راح قال count يساوي count زائد واحد طيب count كم فيها واحد زائد واحد صار اثنين خزنها في count صارت قيمة count اثنين وارجع شوف الشرط هل اثنين أقل أو يساوي خمسة نعم true فادخل على اللوب اطبع لي إياها اثنين تمام ثم زيد الكاونت بواحد الكاونت كم اثنين زائد واحد ثلاث خزنها في الكاونت صارت قيمة الكاونت كم ثلاث صار الثلاث ارجع شوف الشرط هل الثلاث أقل أو يساوي خمسة نعم معناته إذا نعم بدخل على اللوب من جديد شو لقى فيها print count راح طبع لي ثلاث زيد لي الكاونت بواحد صارت أربعة ارجع شوف الشرط هل الأربعة أقل أو يساوي خمسة true معناته ادخل على اللوب من جديد اطبع الكاونت أربعة ثم زيدها بواحد صارت خمسة تمام صارت خمسة ثم شوف الشرط هل الخمسة أقل أو يساوي خمسة نعم معناته ادخل من جديد اطبعها خمسة ثم زيد الكاونت بواحد كم صارت ستة تمام الآن ارجع شوف الشرط من جديد هل الستة أقل أو يساوي خمسة لا فولس خلص لا تدخل على اللوب اطلع فراح هنا لقى إيش ستوب كان طابع لي إيش الأرقام من واحد إلى خمسة وضحت الفكرة شباب واضح المبدأ تمام نفس الشيء هنا في هذا في خليني بس أمسح تمام نفس الشيء في الفلو شارت فالانيشاليزيشن أنا سميتها كاونت هو سماها نمبر مش قضية تمام عملها انيشاليز لا 1 ثم بيقول لي الآن هل النمبر أقل أو يساوي خمسة إذا ترو تمام اطبع لي النمبر اللي هو واحد ثم إيش add one to number أنا كتبتها بصيغة أخرى اللي هو number يساوي number plus one إنه ضفنا لها واحد تمام بزيد لها بواحد صارت اثنين ارجع وين ارجع شوف الشرط وهكذا اثنين ثم زيدها بواحد ثلاث أربعة خمسة بس صارت ستة خلاص فولس راح عمل ستوب طيب الريبيتيشن ايش اهميته الريبيتيشن فعليا مختصر علي كود لو نظرنا الى هذا الكود write a pseudo code for reading the values of six test scores and finding their sum فهنا هو بطلب من المستخدم ايش انه طبعا الصم في البداية عملها initial value zero عشان يضيف عليها ارقام فالان هو بيقول لك get the first test score
جيب أول قيمة ثم ضيفها على الصم، ثم جيب ثاني قيمة ضيفها على الصم، ثم جيب ثالث قيمة ضيفها على الصم، ثم جيب رابع قيمة ضيفها على الصم، خامس قيمة ضيفها على الصم، سادس قيمة ضيفها على الصم. إذا بتلاحظوا هذه الأسطر متكررة، 3 و4 5 و6 7 و8، بدال ما نكتبهن 6 مرات هذه السطرين، يعني صار عندي الست مرات في سطرين 12 سطر كود، لا أنا بقدر أكتبهن في سطرين فقط. طيب إيش لو كان عندي 20؟ بصير الكود عندي إيش؟ مزعج. فبالتالي هذه بنعرف زي العداد، العداد إنه يكون قيمته لحد 6، يبدأ من 1 إلى 6، ثم داخل هذا نقول له while مثلا العداد اللي هو مثلا count أو number أقل أو يساوي 6، يبدأ من 1 طبعا، إنه دخل النكست سكور ثم ضيفها على الصم. فنستخدم while loop بدال هذه الجمل، بنضع بس واحد منها بهذا الشكل. Notice that there are repeated steps in the solution and you should use loop. فهنا داخل اللوب بدال ما أكتب الكود بهذا الشكل، أنا عرفت طبعا الـ i اللي هو زي الـ count أو زي الـ number هو عداد، والـ i هذا بدينا من 1 ويدور 6 مرات لأنه عندي عملية اللي هو الإدخال اللي هو هذه الجملة وهذه الجملة فعليا اللي بتتكرر 6 مرات، إنه إيش؟ دخل التست سكور ثم ضيفها على الصم، تمام؟ وهذا إيش؟ هذا اللي هو الإنكريمنت للعداد عشان العداد يمشي، تمام؟ ثم يطبع لي الصم. هل هذه واضحة؟ ها شباب؟ بدال ما أكرر هذه الجملة 6 مرات، لا، عملنا while loop من 1 إلى 6 وكررناها داخلها فقط. هذه كل مبدأها راح توضح لاحقا شباب، يعني راح هذه المفاهيم راح ينعاد عليها بتفصيل أكبر وباستخدام جافا مش باستخدام سيودو كود. طيب وهذه الفلوتشارت تبعها. طيب الآن خلصنا من موضوع اللي هو الألغوريثم والفلوتشارت. طيب بس شوية أضوي الضوء قاعد على العتمة. طيب الآن راح نتكلم عن البروغرامينج لانجويجز وعلى جافا. الآن هذا بس جدول فيه بعض لغات البرمجة المشهورة، ويفضل إنه أيضا تكونوا عارفين الكلام اللي فيها، أو يعني إنه تكون عندك فكرة عنها، يعني هذا أمر طيب. طبعا التفاصيل هنا في تفاصيل كثير مغفلة، بتعرف ميتنج في ساعتين بنقدرش نعطي فيه كل التفاصيل. أنا الكتاب وضعته على الواتساب جروب، راح أرد أعمل له شير لأنه بجوز في ناس دخلوا الجروب بعد ما أضفت الكتاب فما بيقدروا يصلوه، تمام؟ فراح أرسله مرة أخرى، تمام؟ الآن هذه بعض لغات البرمجة، ما راح أقرأ كل الجدول. فلغات البرمجة طبعا الموجودة حاليا أكثر من 300 لغة برمجة مستخدمة فعليا، وفي اللغات المشهورة جدا المستخدمة بشكل كبير وبشكل قوي، يعني خلنا نقول بيسك هذه لغة قديمة نسبيا، فيجوال بيسك ما زالت مستخدمة ولكن حتى الدعم عليها من مايكروسوفت خف لصالح السي شارب. الآن سي وسي بلس بلس البعض بيحطن في نفس الخانة، وإن فعليا السي بلس بلس هي تطوير للغة سي، فلغة سي من أكثر اللغات استخداما لحد الآن خصوصا في مجال المايكرو كنترولرز. developed at Bell Laboratory, C combines the power of assembly language with the ease of use and portability of high level language. طيب سي بلس بلس object oriented language based on C، هي زي امتداد للسي فعليا. طبعا السي كلغة هي أم اللغات، يعني أم اللغات الحديثة فعليا. سي بلس بلس متفرع عنها، سي شارب متفرع عنها، جافا متفرع عنها، بايثون مبنية عليها، بي اتش بي متفرع عنها. ف سي من الأهمية بمكان. كوبول هذه لغة البزنس أيام السبعينات والثمانينات فعليا، أو حتى في السبعينات كوبول كانت لغة مشهورة جدا والآن شبه منقرضة، ولو أنه كان في حاجة لها قبل 2-3 فعليا مع حاجتها منقرضة. فورتران هذه كانت لغة يستخدموها المهندسين أكثر شيء، فاسمها Formula Translation Popular for Scientific and Mathematical Applications.
الكوبل فورتران كان له العز في في حقبة سابقة. جافا طبعا تم إنشاءها يعني بداياتها سنة 1994 باي صن مايكرو سيستمز ناو بارت اوف اوراكل. تم شراها اوراكل اشترت استحوذت على صن مايكرو سيستم. اتس وايدلي يوزد فور ديفلوبينج بلاتفورم اندبندنت انترنت ابلكيشنز. جافا طبعا من اكثر اللغات استخداما فعليا، كانت لحد سنة 2020 تقريبا هي الاكثر لغة استخداما. بايثون الان اصبحت هي الاكثر شعبية في من حوالي 3 سنوات. طيب الباسكال ايضا من اللغات اللي كانت مستخدمة بشكل كبير وخفت بريقة. البايثون غنية عن تعريف simple general purpose scripting language good for writing short programs، والآن مستخدم في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. Visual Basic developed by Microsoft enables the programmers rapidly develop graphical user interfaces. الآن يعني بدأت تفقد شعبية Visual Basic. على العموم فمن الجيد أنك تعرف بعض المعلومات عن بعض لغات البرمجة. طيب الآن جافا is one of the most used computer programming languages in the world. ممكن الآن سمعتوا مني كلمة إنه جافا مثلا تراجعت لصالح بايثون، هل هذا يعني انقراض جافا أو توقف عن استخدامها؟ لا، هناك الكثير من المشاريع الضخمة المبنية باستخدام جافا. طبعا لما نقول مشاريع ضخمة مبنية، استبدال مشاريع مثل هذه ما بيتم بيوم أو ليلة، أو الاستغناء عن لغة برمجة في يوم وليلة هذا لن يحصل. في البعض ممكن تسمع مثلا إشاعات وكلام من هذا القبيل، فلا لن تفقد فعليا جافا في المستقبل المنظور، لن تفقد شعبيتها يعني فعليا. ليش؟ أول شيء مشاريع كبيرة جدا مبنية عليها، أوراكل معتمديتها هي الآن، أوراكل متبنيتها وهي المسؤولة عن تطويرها، وما زالوا بيضيفوا لها وبيطوروها بشكل كبير. يعني حتى التطويرات الأخيرة اللي فيها احنا بعدنا مش لاحقين يعني مش لاحقين نتعلمها، ففيها حاجات وتحسينات دائمة. هذه نقطة. نقطة ثانية، جوجل كانت متبنيتها لنظام أندرويد، نظام أندرويد هو مكتوب بلغة جافا. معظم تطبيقات أندرويد إلى الآن مكتوبة بلغة جافا. حاولت جوجل، عملت لغة أخرى اسمها كوتلين أيضا مبنية على الجي في أم، مبنية على جافا أيضا، من شان يحلوها محل جافا، ولكن لم تنجح. فما زالت جافا شعبية في مجال اللي هو بناء التطبيقات الأندرويد فعليا. طيب الآن جافا one of the most used computer languages in the world. هذه ليش احنا ندرسها؟ هي فعليا من اكثر اللغات استخداما فعليا. ايضا general purpose programming language. general purpose تعني انه مستخدمة في مجالات مختلفة، ليست موجهة لتطبيقات معينة او لنوع تطبيقات معين. object oriented. object oriented راح تدرسوها في مادة M251. object oriented programming هو عبارة عن نمط برمجي، احنا نسميها برمجة كائنية، تمام. فهذا النمط البرمجي هو الأكثر شهرة، أو من أحد أنماط الأكثر شهرة، خصوصا في بناء الـ Enterprise Applications، بيعتمد عليها بشكل كبير. و لغة جافا في تعلم الـ Object Oriented تعتبر من أفضل اللغات لتعلم مفاهيم الـ Object Oriented Programming. هذا موضوع يطول الكلام فيه. Java written in high level language. الآن interpreting and compiling source code. الآن إيش يعني interpreting أو compiling source code؟ الآن الجمل اللي بنكتبها، البرامج اللي بنكتبها هذه اسمها source code. هذا source code عشان يتم تنفيذه من قبل CPU أو الكمبيوتر لابد من ترجمته. عملية الترجمة بنسميها interpreting أو compiling. طبعاً في بعض اللغات طبعاً interpreting معناها تفسير، compiling ترجمة، هي عملية ترجمة بالنهاية، سواء كانت interpreting interpretation أو compilation، ولكن آلية العمل بتختلف فعلياً، فراح نتكلم عنها. طبعاً جافا بتستخدم الاثنين، هذا تفصيل ممكن فصل فيه أيضاً لاحقاً، مش يعني خارج إطار المحاضرة شوية. بعض لغات البرمجة بتعتمد compiler، وبعض لغات البرمجة بتعتمد interpreter. جافا بتعتمد
الاثنين، لكن المرحله الاولى اللي هي الكومبايليشن راح اتكلم عنها. فبروجرام ريتن ان هاي ليفل لانجويج از كولد سورس بروجرام اور سورس كود، اللي هو الكود اللي بنكتبه احنا اسمه سورس كود. تمام، بيكوز ا كمبيوتر كانت اندرستاند ذا سورس كود، ا سورس كود ماست بي ترانسليتد انتو ماشين كود فور اكزكيوشن. فهذا الكود اللي احنا كاتبينه السي بي يو ما بفهمه. احنا قلنا سي بي يو بفهم ايش؟ باينري سيستم اللي هو 0 1 احنا بنسميها ماشين لانجويج. طيب عشان يفهم الكود حقي في عندي برنامج بيقوم بترجمة هذا الكود السورس كود وبيحوله الى مين؟ الى الماشين كود اللي بيستطيع السي بي يو انه ينفذه. طيب فبالتالي مين اللي بيحوله؟ اما الكومبايلر واما الانتربريتر. تمام، هو مهم انك تعرف ايش الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر. راح احاول ابسط المعلومه ان شاء الله. The translation can be done using another programming tool called interpreter or compiler. طيب وكل واحد له محاسن ومساوئ وهذا الموضوع يطول. مثلا بايثون تستخدم انتربريتر، سي بلس بلس تستخدم كومبايلر، جافا كذلك تستخدم كومبايلر، ولو انه في مرحله اخرى بتستخدم انتربريتر هذا موضوع اخر. ان انتربريتر، طيب الان interpreting source code ايش عملية الinterpretation؟ تمام، اللي هي تفسير source code. an interpreter reads one statement from the source code, translates it into a machine code or a virtual machine code and then executes it right away. الان موضوع الinterpreter ما بعرف، ممكن في البعض درس بايثون مسبقا. الان موضوع الانتربريتيشن هو ايش؟ انا عندي السورس كود مكتوب في برنامج في ملف. تمام، الانتربريتر ايش عمله؟ هو بيترجمه الى الماشين كود. ولكن شلون بيترجم؟ بيترجم سطر سطر. يعني لو عندي مثلا الكود في 5 اسطر، الانتربريتر بيروح بيترجم اول سطر ثم بيظل يعني زي موجود مع البرنامج، بيظل موجود معك مع البرنامج بيترجمه ثم الكمبيوتر بينفذه، ثم بيجي على السطر الثاني الانتربريتر بيترجمه ثم الكمبيوتر بينفذه، ثم السطر الثالث بيجي الانتربريتر بيترجمه ثم الكمبيوتر بينفذه، وهكذا دواليك. خليني اوضحها كمثال. لو فرضا انت بدك تلقي كلمه، على سبيل المثال عندك كلمه مكتوبه بدك تلقيها على جمهور، خلينا نقول جمهور لا يفهم لغتك. على سبيل المثال انت كاتب الكلمه باللغه العربيه والجمهور ما بفهم غير انجليزي، واحتاجت انت الى شخص يترجم هذه الكلمة. ففي عندك خيارين فعليا، انك تجيب مترجم، خلينا نسمي هذا المترجم انتربريتر. شلون بيشتغل هذا المترجم؟ تقول له ابغى تترجم لي هذا الخطاب والقيه، يقول لك انا بوقف بجنبك وكل جملة بتقرأها انت انا بترجمها للجمهور. تقرأ اول جملة بترجمها، ثم بتقرأ ثاني جملة بترجمها، تقرأ ثالث جملة بترجمها، وهكذا. هذا طبعا عملية بطيئة فعليا نسبيا. ليش؟ كل جملة تقرأ تترجم. بيقول لك لكن إذا لقيت عندك خطأ أواعي على سبيل المثال راح توقف. فهذه إشكالية، فبيورطك. هذا بالنسبة للإنتربريتر. بالنسبة للكومبايلر، تمام؟ فهنا statement from the source code may be translated into several machine instructions. هذه نقطة أخرى، الجملة مثل هذه بالماشين instructions ممكن تترجم إلى أكثر من جملة. طيب الآن موضوع الكومبايلر. الكومبايلر أيضا يترجم. عندي مثلا هذا الهاي ليفل سورس كود نفس الكود، ولكن عندي إيش؟ الكومبايلر هو اللي بترجم. تمام، الكومبايلر translate the entire source code into a machine code file، بيترجم السورس كود إلى إيش؟ إلى machine code، بيطلع فايل آخر. تمام، هذا الفايل الآخر هو اللي بيتم تنفيذه. فهذا machine code file is then executed. طيب هذا خلينا نرجع مثال مترجم. انت عندك كلمة تلقيها على جمهور مثلا ما بفهم اللغة، انت كاتبها بالعربي والجمهور بفهم انجليزي، واحتاجت الى مترجم. المترجم في هذه الحالة اللي هو الكومبايلر تقول له ابغى تترجم لي هذه الكلمة، يقول لك اعطيني الورقة المكتوب عليها الكلمة، ياخذها منك ثم هو يترجمها كاملة الى اللغة الانجليزية ويعطيك النسخة المترجمة منها. ايش الفائدة هنا؟ هو اخذ وقت قبل ما يترجمها، ولكن لما تقرأها انت الان خلص باللغة المترجمة صارت عليك اسرع. هذه ميزة. نقطة ثانية، هو يقول لك اذا انا لقيت خطأ
بوقف عن الترجمة بقول لك صحح خطأك، فأنت بتصحح خطأك ثم هو بترجم من جديد، فبالنهاية بعطيك فايل مترجم جاهز بتم تنفيذه على الكمبيوتر. فبنفس العملية الكمبايلر بأخذ السورس فايل كله بكل الانستركشنز اللي فيه أو الأسطر اللي فيه، بحولها إلى ماشين كود فايل، ثم الماشين كود فايل هذا على طول بيتم تنفيذه على إيش الكمبيوتر. تمام؟ واضح الأمور إلى الآن شباب؟ ترى عندي سؤال. تفضل. كيف طريقة السؤال بتجينا في الاختبار؟ هذه راح نتكلم عنها لاحقا. راح أشارك معكم طبعا قبل الاختبارات في هذا أمر جيد، في إشي اسمه موك إكزام اللي هو نموذج زي النموذج نموذج زي نموذج الاختبار، شبيه جدا يعني اختبار تجريبي. فراح تشوف يعني أسئلة الاختبار في هذه المادة، في عندك أسئلة نظرية مالتيبل تشويس فيها شوية تعريفات في هذه مالتيبل تشويس، في عندك أسئلة اللي هي غالبا اللي فيها كود، إما إنك مطلوب منك تكتب كود أو بعضها what is the output إحنا بنسميها tracing، طلع الـ output لكود مكتوب، أو كود مكتوب في أخطاء طلع لي الأخطاء. فهذه غالب الأسئلة بتيجي بهذا الشكل. راح نناقش إن شاء الله قبل الاختبار يعني حتى بفترة طويلة، وراح أشارك معكم في عندي فيديوهات على قناتي على اليوتيوب اللي هو حل الموك إكزام، وفي أسئلة سنوات سابقة ممكن نحل بعضها، فراح يتكون عندك صورة عن طبيعة الأسئلة في المادة. واضح الأمور دكتور؟ أيوة. في واجب ولا ما في؟ في عندك اللي هو السنة الماضية كان في اختبار practical exam، قبلها كان في اللي هو الـ TMA اللي هو الـ شو اسمه الـ لا إله إلا الله اللي هو project، فما بعرف نمط السنة شلون راح يكون، غالبا practical exam راح يكون. طيب الآن بالنسبة لي Java programs في تولز لابد انك تنزلها عندك على الجهاز حتى تقدر تستخدم الجافا، وهذه طبعا الفيديو مسجل شباب راح ارفعه على يوتيوب واشاركه معكم. لا اله الا الله. طيب الان في عندك اشي اللي هو الجي دي كي، من وين تنزلها؟ طبعا شو الجي دي كي؟ to write java programs you need to download and install the standard edition of java development kit أو إحنا نسميها JDK which is a development environment includes tools useful for this purpose. طبعاً JDK إيش فائدتها؟ هذه حتى تقدر تكتب برامج جافا، هي عبارة عن مجموعة الأدوات اللي بتمكنك تكتب برنامج جافا وتعمل له رن عندك على الجهاز. هذه ما راح تقدر تكتب أي برنامج بدون ما تنزلها. من وين تنزلها؟ خليني بس أفتح المتصفح. طيب ثواني بس، زي اللينكس يا دكتور؟ على مش لا لا الان بوضح لك اياها. اكتب بس على الجوجل، اكتب جي دي كي، تمام؟ راح ياخذك على موقع اوراكل، هذا هو. تمام، راح ياخذك على موقع اوراكل جافا داونلودز. طيب راح تيجي هنا على الصفحه، شوف بس كتبت انا جي دي كي على جوجل، اول نتيجه بحث طلعت لي من موقع اوراكل، تمام؟ راح يجيب لك على الداونلودز مباشره. الآن هنا أغلبكم عندكم نظام ويندوز صح؟ طيب اللي عنده ماك أو أس بيقدر يختار ماك أو أس، واللي عنده لينكس بيقدر يختار لينكس، خلينا نختار ويندوز. طبعا أنا مش راح أنزله الآن لأنه نازل عندي الآن. بنزل إما يعني أسهل لك، إما تنزل X64 Installer أو X64 MSI Installer، ما راح يكون في فرق بالشغل، بس اضغط على اللينك وراح ينزل عندك، راح يبدأ يعمل داونلود. تمام، فهذا الجي دي كي راح يعمل عندك، يبدا يعمل عندك داونلود. تمام، طبعا انا عندي معمول له داونلود من زمان وعامل له، بعد ما يخلص داونلود اعمل له سيت اب عندك على الجهاز. تمام، اعمل له سيت اب عندك على الجهاز، خلينا شغله اذا هذا بعمل له سيت اب بس عشان اوضح لكم الفكره. تمام، ضروري جدا. بعدها بعد ما تخلص سيت اب بتروح عشان تتأكد انه موجود، بس روح على، راح يكون على اللي هو سي غالبا الا اذا انت غيرتها يدويا، سي بروجرام فايلز، تمام، جافا، تمام، هذا هو. فهذا الملف الفولدر هذا هو، فعندي انا الجي دي كي 20 وهذا اللي قاعد انزله 20.
هذا في مجموعة الأدوات، في اللي هو الجافا كومبايلر اللي هو الجافا سي، خلنا نشوفه موجود هنا، هذا الجافا سي، هذا اللي بستخدمه للكومبايليشن. أنت مش راح تستخدمه بشكل مباشر فعليا، بس بدونه بدون ما تنزل جي دي كي ما راح تقدر تكتب أي برنامج وتعمل له رن عندك على الجهاز. تمام، هذا خلص الـ EXE فايل، هذا أسف بس يعمل رن، ما راح أكمل طبعا اللي هو التنزيل لأنه نازل عندي already. طيب بس هذا عشانك أعتقد إنه أي بيقول لي this software already installed on your computer would you like to reinstall it، خلنا أقول yes، أنا بعمل له reinstall. طيب بديش أربط، بديش أدخل فيها. فهي القضية العملية بس إنك تمشي عليه next 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 إلى آخره، عملية سهلة جدا، راح ينزل عندك في الفولدر اللي هو program files java، يعني ما راح تأخذ دقائق معدودة. طيب بعد ذلك عشان تكتب برامج جافا راح نستخدم اللي هو بيئة العمل اللي هو IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA موقعها اسمه JetBrains، من شركة اسمها JetBrains، بس اكتب على جوجل اكتب IntelliJ بهذا الشكل، تمام، واضغط انتر. هذا اللي هو موقع JetBrains، طبعا هذه شركة كبيرة بتوفر بيئات عمل للغات برمجة مختلفة. الآن اللي هو IntelliJ IDEA لا تروح هنا، انزل تحت، لحظة وين ال مش عفوا لحظة خليني أروح على اللي هو على داونلود، عفوا هنا IntelliJ IDEA، روح على داونلود بس عشان أوضح لكم نقطة معينة. في الألتيميت، هذه الألتيميت نسخة مدفوعة ما بدكم إياها، ما مش راح تحتاجها، مع أنه أنت بتقدر تحصل عليها مجانا كطالب، في بتقدر تعمل حساب على الموقع هذا وباستخدام إيميلك الجامعي كطالب بتحصل عليه مجانا هذا الألتيميت، لكن أنت مش بحاجته. تمام، انزل هنا على الكوميونيتي إديشن، هذه النسخة المجانية، اعملها داونلود واعملها سيتاب. بس ضروري شباب قبل ما تنزل IntelliJ هذا، بس انتظر شوي راح يعطيني اللي هو ينزله. تمام، هذه هي. تمام، فالآن أعملها سيف وتنتظر عبين ما يخلصها وتعملها سيتاب، سهل جدا. ضروري جدا انه تنزل JDK قبل ما تنزل IntelliJ IDEA، عشان IntelliJ IDEA هي راح تربط مع JDK بشكل تلقائي. تمام، اذا JDK موجودة على الجهاز راح يلاقيها في الملف حقها وترتبط بشكل تلقائي، لانه بدون JDK ما راح تقدر تشتغل. تمام، فافضل من انك تروح تنزل IntelliJ ثم JDK، لانه راح تحتاج تربطها يدوي وراح يكون مزعج الامر بالنسبه لك. تمام، فهذا بس يخلص شو اسمه، بس يخلص تنزيل على الجهاز، تعمل له رن وبتعمل له ايش انستول. فموضوع الانستول سهل جدا. طيب فبعدها بتقدر انت تشتغل عليه، انا موجود عندي يعني البرنامج هذا هو. تمام، طيب فبعد شوي راح نشوف راح نطبق عليه يعني. طيب الان ف you need also to download integrated development environment IDE for Java. This is where you can edit and run your Java code. IntelliJ is recommended since it is one of the most powerful and popular IDEs. هم كانوا الجامعة معتمدين النت بينز، الآن اعتمدوا IntelliJ، وأنا بشوف IntelliJ جميل وسلس، مع أني بحب النت بينز أنا لحد الآن تقريبا، يعني ممكن أقول أكثر، أو يعني فعليا IntelliJ بديت أحبها من جديد، يعني التعامل فيها سلس، بس بدها وقت الواحد يتعود على الشورت كاتس تبعتها والتعامل معها بسلاسة. Guidelines for downloading IntelliJ are available on the LMS. في اللي هو خطواتها موجودة على LMS. طيب أنا ممكن أعمل فيديو إن شاء الله اليوم تنزيل JDK والIntelliJ IDEA أسهل. طيب الآن كيف، إيش الخطوات اللي بيمر فيها برنامج اللي بنكتبه بلغة جافا حتى يتم تنفيذه. تمام، فthe program is normally go through three steps. اول خطوه انه احنا بنكتب السورس كود اللي هو الكود حقي، بكتبه باستخدام الايديتر او الاي دي اي. تمام، وبتخزن ك الاسم الملف بالاكستنشن حقه دوت جافا. تمام، ثم بنعمل له ايش كومبايل، نعمل له كومبايل اللي هو عمليه الترجمه.
فبنشئ ملف بنفس الاسم ولكن الاكستنشن تبعه دوت كلاس. هذا بيحتوي شيء اسمه بايت كود. بايت كود هذا الموضوع هنا مش شايف تفصيل يعني في الموضوع، بديش افصل الان فيها. البايت كود هذا بيعمل رن على شيء اسمه جافا فيرتشوال ماشين، هي اللي بتنفذه. طبعا هذه النقطة مغفلة في السلايدات هنا. من مميزات جافا انها بلاتفورم اندبندنت، تعمل رن على اي نظام من خلال اللي هو الجافا فيرتشوال ماشين، ما علينا. وثم بيتم ايش تنفيذها. طبعا خلال عملية التنفيذ ممكن يكون في انبوت من اليوزر او من فايل، وكذلك في عملية اللي هو ربط اذا كان في لايبراريز او اي بي ايز مستخدمة في البرنامج في اثناء عملية ايش الرن او التنفيذ، وبعدين يطلع لي الاوتبوت. تمام، فهذه الخطوات اللي بتم فيها اي برنامج جافا. طيب فهذه بالنسبة لي الخطوات اللي بمر فيها. الان مكونات او عناصر البرنامج في جافا. طبعا ابسط برنامج اللي هو هذا البرنامج اللي غالبا بنسميه هلو وورلد او ويلكم. تمام، اللي هو غالبا نبدا في البرمجه ببرنامج بسيط اللي يطبع لي فقط شيء على الشاشه. طبعا هنا في عندي نقطه، في شيء اسمه كومنت. كومنت هو تعليق. تعليق هذا ليس جزء من البرنامج. ايش اقصد فيها ليس جزء من البرنامج؟ هذا يتم تجاهله من قبل الكومبايلر. يعني اي شيء تكتبه بعد الفورورد سلاشز هذا بنسميه سنجل لاين كومنت. في عندي سنجل لاين وفي دبل لاين. فسنجل لاين هذا شرح الي، هذا بيفيد مين؟ اللي بيقرا البرنامج. تمام، اللي هو صاحب البرنامج. احيانا انت بتكتب برنامج لما ترجع له بعد اسبوع اذا مش ويل كومنتد، يعني اذا مش انت حاط كومنتس، وهذه ممكن تنسى لايش هو البرنامج اصلا وايش جمل معينه ايش بتعمل. فيفضل انك تضع كومنتس، فاحنا بنسميه كومنت. هذا بتجاهله الكومبايلر، ليس جزء من البرنامج ولكن بفيد اللي بيقرا البرنامج، المبرمج نفسه او شخص اخر بيشتغل على البرنامج. هنا نفس الشيء. طبعا اذا بعمل سنجل لاين كومنت بستخدم ايش اللي هو تو فورورد سلاشز. تمام، اذا بستخدم دبل لاين الكلام اللي انا بضعه في دبل لاين كومنت بين فورورد سلاش مع نجمه وبنهي بنجمه مع فورورد سلاش، فكل شيء بكتبه بينهم سواء كان سطر سطرين ثلاث عشرة مية هذا احنا بنسميه ملتي لاين كومنت. تمام، الان موضوع الريزيرفد ويردز او الكي ويردز في جافا. الكي ويردز هي عبارة عن كلمات احنا بنسميها كلمات محجوزة. كلمات محجوزة هي عبارة عن كلمات تعني او لها غرض معين في البرنامج، لها استخدام معين في لغة جافا. فهذه الكلمات ما بنقدر نستخدمها لغرض آخر. فهي reserved words or keywords are words that have a specific meaning to the compiler and cannot be used for other purposes in the program. فكل كلمة من الكيوردز هذه لها عمل معين، ما بقدر استخدمها لغرض آخر غير عملها اللي هي موضوعة لأجله. Keywords always spelled with lowercase letters. طبعا جافا هي عبارة عن لغة case sensitive. ايش يعني case sensitive؟ الاحرف السمول والاحرف الكابيتال شيء يعني ليس لها علاقة ببعض البعض. يعني مثلا الA small في جافا والA capital هذا شيء وهذا شيء، ما بتعامل نفس المعاملة. هذا كل واحدة حرف مختلف، يعني يعتبر كأنه حرف مختلف عن الاخر. Lowercase يعني ايش؟ احرف سمول. فالكي ويردز كلها احرف سمول. اذا بتلاحظوا هنا طبعا في اغلب الاي دي ايز تلون بلون معين حسب الثيم اللي انت مستخدمه. مثلا هنا الكلمات اللي بالازرق حسب الصوره هذه كلها كي ويردز او اللي تحتها خط هنا. تمام، مثل public class static void. تمام، هذه عباره عن كي ويردز، كلمات محجوزه لها عمل معين في لغه جافا. تمام، طيب الكيوردز هنا في الجدول ليست للحفظ، مش انك تمسك هذا الجدول يلا احفظ كيوردز، لا، راح تحفظها انت مش راح تستخدمها كلها اصلا، خصوصا في هذه الماده، يعني حتى في الماده اللي بعدها مش راح تستخدم كل الكيوردز الموجوده. فانت راح تحفظهن من خلال تعاملك معهن، يعني مش انك والله تقعد تحفظ لي مثلا سوبر سويتش سينكرونايزد الى اخره، لا.
فمن الجيد الاطلاع عليها، لكن راح تحفظ اللي هي اللي بتستخدمهم. فجافا also contains reserved words اللي هو true false، أيضا تعتبر reserved words اللي هي إحنا بنسميها boolean literals، تمام؟ boolean literals اللي هي قيم منطقية، تمام؟ and null، null هذه اللي بتعبر عن قيمة اللي هي nothing فعليا، تمام؟ أحيانا خصوصا راح نستخدم هذه null كثير في الـ M251 لما نتعامل مع الـ objects، بنستخدمها بكثرة النل، تمام؟ فلايكي ويرز ذيس ريزيرفد ويرز كانت بي يوزد از ايدنتيفايرز. بعدين راح نتكلم عن موضوع الايدنتيفايرز، ايش بنقصد فيها الايدنتيفايرز، اللي اسماء الكلاسز او اسماء الميثودز او اسماء الفاريبلز. طيب الان كل برنامج في جافا، هذا الاستراكشر العام لبرنامج جافا، الهيكل العام طبعا في البدايه بديش اقول احفظوه، يعني هو لابد انك تكون حافظ الصيغة، يعني انه كل برنامج في جافا لابد ان يحتوي على كلاس. موضوع ايش يعني كلاس، هذه لاحقا نتكلم فيها. كلاس معناها بالعربي اذا اردنا نعربها ككلمة معناها صنف او نوع، وهذه بنستخدمها في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. جافا تدعم الفول اوبجكت اورينتد، جافا is full object oriented programming، مش زي C++ مثلا والبايثون مثلا. في C++ وبايثون بقدر اكتب برامج بدون ما استخدم كلاس، استخدم functional programming فقط. اما في جافا لا، full object oriented programming لابد انها تحتوي على شيء اللي هو كلاس واحد على الاقل، تمام؟ ف every java program must have at least one class، تمام؟ ف each class has a name، طبعا لابد انه يكون له تسمية معينة، ويفضل هذه التسمية ان تكون ذات دلالة لي انا شغال في برنامج معين. الاسم الكلاس ما يكون اسم عشوائي، يكون ذو دلالة ويصف الشيء. هذه الامور مهمة جدا، ولو انه ما بيعطيني عليها ايرور ممكن يشتغل برنامج مع اسم كلاس عجيب مثلا، ولكن هذه امور مهمة. ايضا ك naming convention، دائما اسم الكلاس بيبدأ بحرف كابيتال، دائما الحرف الأول كابيتال. لو عملته سمول مفيش إشكالية، ولكن أنت زي خالفت عرف معين. طيب إذا خالفت هذا العرف إيش بيصير؟ إحنا في شيء بنسميه standardization، إنه شلون نقول مثلا إنك تعمل معيار موحد أو صيغة لشيء معين. شلون لما تروح على مكان مثلا، خلينا نقول مثلا تروح على مستشفى على سبيل المثال، أنت ممكن تميز كل موظف هناك من خلال لبسه. مثلا الأطباء لهم لبس معين، الممرضين لهم لبس آخر، فبتميز اللي هو موقع هذا الشخص أو وظيفته من خلال لبسه. هنا نفس الشيء في البرامج، أنا بميز أنه هذا اسم كلاس من خلال مجرد ما اشوف خلص بدا بحرف كابيتال اعرف انه هذا اسم كلاس. طيب هذا بيفيدني؟ نعم بيفيدني، لانه راح اتعامل معه، لانه راح يكون عندي ميثودز كثير وكلاسز كثير، بديش انا اخربط. فهذه اللي هي عمليه اللي هي الكونفنشنز مهمه جدا، راح اتكلم فيها لاحقا ايضا. طيب هذا بالنسبه للكلاس. طبعا في قواعد لتسميه اسماء الكلاسز ايضا، انه تكون تحتوي فقط حروف ارقام والرموز اللي تحتويها فقط، أندرسكور هذه الأمور المسموح فيها، تمام؟ اللي هو أندرسكورز ودولار ساينز. بالمناسبة دولار ساين هو مسموح به، ولكن إحنا كمبرمجين غالبا نتحاشى هذا في بعض مكتبات الجافا الجاهزة موجود، ولكن إحنا نتحاشى لأنه ممكن يعيقنا، تخربط بينها وبين الأس إلى آخره، مزعج التعامل معها. كذلك الأندرسكورز مش راح تشوفها كثير في أسماء الكلاسز، ولكن مسموح بها، تمام؟ فكلاس نيم is a sequence of characters that consists of letters, digits, underscores and dollar signs، تمام؟ كلاس نيم cannot start with a digit، وممكن يحتوي على digit، ممكن أعمل كلاس سميه welcome one مثلا، بس ما بقدر سميه one welcome. وcannot be a reserved word، ممنوع يكون اسم الكلاس كلمة محجوزة، وممنوع يحتوي على فراغات. فهذه قواعد. هنا عندي أمثلة لي valid names، أسماء مسموح بها، مثلا نعمل كلاس بهذا الاسم student، تمام؟ هذه مسموح بها، student بحرف small مسموح بها ولو أنه مخالف للعرف، يفضل أنه أعملها كcapital.
تمام student class بهذا الشكل. طبعا وهذه راح نتكلم عنها انه اذا كانت مثلا اسم الكلاس او حتى اسماء الفيريبلز عندي في جافا او حتى اسم الميثود يتكون من اكثر من كلمه، بدال ما اعمل فراغ لا بلصقهم ببعض وبعمل كابيتالايز لاول حرف من كل كلمه بهذا الشكل، هذه بنسميها حتى كامل كيس. تمام student underscore class هذه التسميه مسموح فيها؟ نعم مسموح فيها، لكن العرف في جافا ما بنستخدم الاندرسكور. هذه الاندرسكور مثلا في بايثون استخدموها بيسموها سنيك كيس اللي هي طريقة التسمية، ما علينا. لكن هل هذه يصلح كتسمية؟ نعم student dollar sign class dollar sign مسموح بها تمام، ولو انه مش محبذ تكون الاسماء مثل ما نقول ambiguous او مش على ستاندرد معين. student one مثلا مسموح به، هذه التسمية تبدأ باندرسكور وبهذا الشكل نعم مسموح بها، هذه تبدأ بالدولار ساين نعم. كلاس بهذا الشكل طيب ممكن تقول لي اني قبل شوي قلت انه كلاس كلمة محجوزة، نعم كلاس كلمة محجوزة keyword ولكن اللي بسمول لتر، وقلنا جافا كيس سنسيتيف فبالتالي الكلاس هذه تبدأ بحرف كابيتال تختلف عن الكيورد اللي بتبدأ بحرف سمول فتعامل كأنها شيء مختلف تماما، فهذه خلوها بعين الاعتبار. طيب public أيضا هي keyword إذا كانت بحرف سمول تمام، public بحرف سمول هذه keyword ولكن هذه البي كابيتال فيها فهي ليست نفس الكلمة. طيب هنا invalid class names تمام مثل هذا، ليش هذا invalid؟ بدأ برقم، ممنوع يبدأ برقم، لو حطيت student 1 2 3 بيكون أوكي، أما أني أبدأ برقم لا، class كلها small هذه keyword هذه ممنوعة، public هذه keyword ممنوعة، static هذه keyword، void هذه keyword، student class وفي فراغ عندي هنا تمام ممنوع الفراغ يكون موجود تمام. first أو one student class بدأت برقم ممنوع، student hash ممنوع استخدم رموز، فقط الرموز المسموح استخدم الدولار ساين والاندرسكور فقط تمام، واللي هو question mark student class ممنوع لانه استخدم question mark. فا it is good programming style to choose meaningful and descriptive names for the class name مثل ما ذكرت قبل شوي الاسماء تكون معبرة تمام وواضحة، و start the class name with upper case character تمام كمعيار او كconvention احنا بنسميها convention programming. طيب الان المين ميثود، ايش هو المين ميثود؟ المين ميثود هو عبارة عن انت الان لما تدخل على البيت من وين تدخل؟ من الباب، واذا خرجت تخرج من الباب. المين ميثود هي نقطة الدخول الى البرنامج او بداية التنفيذ في البرنامج بالمين ميثود. لا يوجد على الاطلاق برنامج بدون مين ميثود، بدون مين ميثود البرنامج لن يعمل فعليا تمام. فلاين 3 اللي هو مين ميثود، وان اوردر تو ران كلاس ذا كلاس ماست كونتين ا ميثود نيمد مين تمام. بعدين راح موضوع الميثودز سيشرح لاحقا ايضا كيف نعمل ميثودز اخرى، لكن من هنا لفتره ما راح نستخدم كل الكود حقنا، كل الكود حقنا راح يكون داخل المين ميثود. طيب the program starts execution in the main method فبيتم تنفيذ البرنامج من المين ميثود. طبعا الشكل حق المين ميثود مبدئيا احفظه انه يكون بهذا الشكل public static void main، ثم اي ميثود بالدنيا له اقواس، هذه الاقواس احنا بنسميها البرانثيسيز لابد من وجودها، وهنا عندي الارجيومنتس طبعا هذه بيسموها command line arguments هذه احفظوها دائما string والاقواس المربعة هذه حقت الاري بعدين راح تتوضح لكم كلها وارجز. طيب ايش يعني public؟ ايش يعني static؟ ايش يعني void؟ هذه راح تنشرح لاحقا تمام يا شباب. طيب الان هنا هذه عندي جملة، هذه جملة طبعا طباعة system.out.println تمام، هذه جملة طباعة طبعا println هذه method لكن احنا مستدعينه. طيب وبتطبع ايش؟ string literal اي شيء enclosed within double quotation موضوع داخل double quotation هذه بنسميه string literal، اذا كتبته بهذا الشكل داخل هذه الجملة سيطبع على الشاشة كما هو تمام، وينتهي كل جملة في جافا داخل كل جملة بتنتهي بسيمي كولون راح نوضح هذا لاحقا. طيب فهذه بنسميها statements. ف there are three different statements different print methods in جافا. طبعا بالنسبة للprint في عندي print
في عندي printlen وفي عندي printf. printf to be discussed later لأنه فيها تفاصيل كثير. print والprintlen بتطبع إيش؟ prints its argument and does not add new line to the output. هذه تطبع ما بتنزل ما بتضيف سطر جديد. والprintlen تطبع بتضيف سطر جديد. إيش المقصود فيها؟ الآن راح أشرحها بمثال. تمام؟ طبعا عندي statement terminator هذه بدل الكومبايلر إنه والله هذه الجملة خلصت. فالبعد terminator بيكون جملة جديدة. طيب الآن خليني بس أوضح المفهوم قبل ما أتكلم عن البلوكس. أنا هنا فاتح الانتليجي ايديا. طبعا بعد ما تنزل الانتليجي ايديا بس بإمكانك تعمل فايل نيو بروجكت. تمام تسمي طبعا تختار البروجكت جافا تختار نيكست. تمام كمان نيكست. طيب ثم تسمي البروجكت تبعك وتعمل فينش. يفتح معك شاشة بهذا الشكل. تمام بس يفتح معك شاشة بهذا الشكل في ملف اسمه SRC. دخل على ال SRC هذا تضغط right click new java class. تمام وبتسميه. أنا عملت واحد وسميته test. تمام طيب أنا طبعا ببدأ معك بهذا الشكل. لازم تكتب public static void main. هو مش لا يفضل انك تستخدم الاختصارات بس إذا كتبت main مباشرة هنا في IntelliJ وضغط enter بيجيب لك إياها كاملة. طيب الآن البرنت شلون اكتبها؟ system تمام dot out dot print. في عندي printlen وprint. مثلا هنا بدي اكتب welcome to java. معلش to java. طيب ثم بدك تعمل run بس اضغط هنا اعمل run test dot main. المفروض هاي يطلع لي ايش الاوتبوت ويلكم تو جافا. طيب الان لو هذه كتبتها سيستم دوت اوت دوت برنت بس خليني اكتب جمله ثانيه مثلا سيستم دوت اوت دوت برنت. تمام خليني اكتبها اوكي مثلا جافا از وندرفول. تمام طيب الان هذه لو عملتها برنت طيب شوف ايش اللي صار عندي الآن بس عشان أوضح الفكرة. هذه عملتها كومنت عشان أعطيها بس راح يطبع لي Welcome to Java. تمام شوف ما طبع تحتيها سطر فارغ لأنه print. إذا الآن طبعت هذه print بتطبع الجملة وبتظل المؤشر موجود على نفس السطر. فلما طبعت Welcome to Java طبعها وكأنه المؤشر بنتظر على نفس السطر. فلما أجت جملة طباعة ثانية بعديها كتب لي حط لي اياها على نفس السطر. بينما لو عملت printlen بيطبع هذه وبنزل سطر. بس هذا الفرق بينهم. printf لاحقا راح نتعلمها ونتعامل معها. اتمنى يكون الفرق بينهم واضح بالنسبة لكم شباب. الان عندي البلوكس في اشي اسمه بلوك. الان اي شيء داخل اقواس متعرجة. طبعا انا لما اعمل مثلا الكلاس لما عملنا الكلاس مثلا الكلاس بدأ بقوس متعرج وبنتهي بقوس متعرج. هذا بنسميه احنا كلاس بلوك. تمام هذا كلاس بلوك. داخله عندي اللي هو المين. عندي هذا ايش اسمه المين بلوك. فكل شيء داخل اقواس متعرج هذا احنا بنسميه الاوبننج بريس وكلوزنج بريس بنسميها كيرلي براكتس. تمام للميثود. فهذه كل ما بين هذه احنا بنسميها هذا المين بلوك. وهذا ايش بنسميه هذا الكلاس بلوك في جافا. تمام فا pair of braces of braces in a program forms a block that groups components of a program. وراح نشوف أهمية البلوكس أيضا لاحقا في موضوع اللي هو scope of variables لاحقا راح نشوفها. طيب الآن في عندي بعض symbols راح نستخدمها هذه بكثرة. الآن اللي هو curly brackets أو braces هذه بنسميها opening and closing. هاي denotes a block to enclose statements. طبعا هل البلوكس ممكن تكون على الكلاس وعلى الميثودز فقط؟ لا ممكن تكون على بعض الستركتشرز مثل اللوبز وبعض الستيتمنتس مثل الاف ستيتمنت الى اخره راح نشوفها. عندي opening closing parentheses هذه للميثودز used with methods. احيانا بيكون فارغه واحيانا بيكون فيها arguments راح نتكلم عنها لاحقا. هذه لما نتعلم الاريز راح توضح لكم. الان نستخدمها في string args denotes array
لاحقا راح تعرفوا ايش يعني اري. دبل سلاشز لا الكومنت، والكوتيشن ماركس هذه للسترينجز بنستخدمها. السترينج اللي هو ايش؟ السترينج هو سيكونس اوف كاركترز اللي هو سلسله حروف. السيمي كولون احيانا بنسميه تيرمينيتر اللي هو اند اوف ستيتمنت، فكل جمله تنتهي ب سيمي كولون. طبعا في موضوع اللي هو الاندنتيشن. الاندنتيشن اللي هي ترك المسافات، يعني هنا معلمه بالاصفر، هذه ترك المسافات مهم جدا من ناحيه المقروئيه. ايش يعني من ناحيه المقروئيه؟ تخيل برنامج عندي هنا لو مثلا بهذا الشكل، مثلا بهذا الشكل البرنامج بيكون مزعج جدا مقروئيته، خصوصا اذا كبر البرنامج، مش برنامج اربع سطور مثل هذا، فراح يكون مزعج جدا للمتعب للعين. احيانا اذا كان في ايرور انك تلاقيه صعب جدا. فعندي شيء اسمه اللي هو ايش؟ اندنتيشن. هذا الفراغ احنا بنسميه اندنت، فهذا كل شيء داخل شيء. فاحنا خلص من الاندنت احنا عارفين هذه تابعه للمين، وعارفين ان المين تابع ل الكلاس بهذا الشكل، تمام. في لها اكثر من ستايل طبعا، انه ممكن نضع البراكتس، وهذه ترجع لحريتك الشخصيه انه تضع القوس تبدا فيه قوس البدايه بعد اسم الكلاس وبعد اسم الميثود، ولا تبدا فيه تحته، هذه انت حر فيها. في ناس بتشوف هذا النمط اريح، في ناس بتشوف ذاك النمط اريح، فهذه تفضيل شخصي فعليا انه تكتب القوس هنا ولا هنا. فهذه النقطه. ففي ناس اللي هو احنا شو بيسموها نيكست لاين ستايل، وفي اللي هو اند اوف لاين ستايل، فهذه بترجع لك. طيب تمام. What must you do before the next meeting؟ ايش لازم تعمل قبل الميتنج القادم؟ Read carefully the material for this meeting. شاركته معكم على على الواتساب جروب، تمام. وما بعرف انا مسكان تحت الصيانه، ما بعرف رفعوا الملفات عليها ولا لسه. طيب solve the exercises of the meeting. طيب في عندنا بعض الاكسرسايزز، خلينا نحل بعضها معنا وقت. write java programs to do the following: print your name and your student id on the standard output in two lines. طيب هذه كيف بدي اطبع اسمي وستودنت اي دي؟ سهل جدا بس. وايش ايش كانت اللي هو على تو لاينز، فهي عباره عن جملتين، وهذه لو تطبقها بنفسك بيكون افضل. انه مثلا ماي نيم از مثلا كذا كذا، جلال محمود، تمام. ستودنت اي دي ممكن تطبعها باي شكل، تمام، بهذا الشكل فقط، واعملها. طبعا هذه من الحاجات البسيطة، تمام، اعملها رن بهذا الشكل. اثنين، print the text below. ممكن انا اطبع هذه the text below، في عندي اكثر من طريقة. بعدين في بعض التفاصيل مثلا I love Java ممكن اكتبها ثلاث جمل هنا، system System.out.println، تمام. أكتب مثلا هذه I، خلينا ننسخها مثلا هذه love، هذه Java، تمام. الكابيتال عاملينها، وهذه أعمل له Shift F10 بيعمل run، او اضغط هنا بس على الرن هنا. فهذه I love Java ممكن انا اطبعها بس لاحقا، هذه I love Java بجملة واحدة، احط backslash n، backslash n بتنزل لي سطر بهذا الشكل. هذا بس عشان افرجيكو I love Java، هذا على سطر واحد بتيجي، لكن اذا بدي اعملها على اكثر من سطر backslash n بس. هذه لاحقا ايضا راح نذكرها، تمام. فهذا الاوتبوت حقي، بقدر اكثر من طريقه. هنا print the first letter of your name on the standard output in a nice format. For example if your name is Ayman you should print the letter A. هذا الشكل بس انه تعمل فورمات معين. هذه بس تستخدم السيستم.out.print
وتعمل ايش، بس تعمل spaces مثلا اذا كان اسمك بحرف الاي، تعملها بهذا الشكل. ويعني انك تدوزنها بشكل ما، يعني بتاخذ وقت، يفضل انه تتدربوا عليها بانفسكم كمان. يعني اليوم حاول انك تنزل شو اسمها، تمام، حاول انك تنزل البرامج هذه الى اخره، يعني مش فانك تعمل باترن معين، هذه شفت في 10، تمام، تعمل باترن معين ترسمه بنفس المبدا اللي انا قاعد بعمل فيه هنا. طيب exercises, what is the exact output of the following piece of code؟ هذه على نفس السطر راح تكون Java is a programming language على نفس السطر. ليش هذه؟ لانها دوت print مش println، فبالتالي راح يطبع ليها على نفس السطر. طبعا اي سؤال زي كذا الاوتبوت ايضا بامكانك تنسخه وتلصقه عشان تتاكد، او تعيد كتابته. انا بنصحك الان ما تستخدم نسخ ولصق، حاول تكتب كل حرف بيدك عشان تتدرب، فراح تطلع على سطر واحد Java is a programming الى اخره على نفس السطر. هنا راح تطلع هذه println، راح يطبع Java is a، ثم بالسطر اللي تحتيه راح ينزل سطر programming language تحتيه بنفس الشكل الموجود فيه. هنا Java is a، هذه راح تنزل لنا سطر زي ما شفنا قبل شوي، راح يطبع لي programming على سطر ثم language على سطر، فراح يطبع لي بهذا الشكل Java is a تحتيها programming language، تمام، programming عفوا، وتحتيها language. هذه الباك سلاش ان اللي هو احنا اللي بنسميها escape sequences، لاحقا راح نتعرف عليه، الباك سلاش ار والباك سلاش اي الى اخره، الباك سلاش تي، تمام، راح نتعرف عليهن لاحقا. طيب the following code includes 10 compilation errors and error pair line, find and correct them and give the exact output after the correcting the code. طيب code مش مشكلة. طيب الآن شو الـ errors اللي بدها تكون عندي؟ public class test 1، public الـ P هنا ايش؟ capital، لازم تكون ايش؟ small، وهذه يفضل انك تعيد ايضا كتابتها على شو اسمه. طيب هنا هنا ما انتبهت للسطر الأول اللي هو comment، هذا try بعد double slashes مش one slash. طيب public static main، public static void main، لهذا السبب أقول لك ضروري أنك string A عادي، هنا لو غيرتها الأرجز، لو حولتها ل A عادي string والأقواس هذه A، هنا ما في error، هنا أيضا ما في error، هذه صرنا ملاقيين ثلاث errors. System.out.println welcome، ممنوع عملها enclose between single quotation، مفروض ايش؟ double quotation، تمام. System.out.print هذه i، انتبهوا لها، ففي بعض يعني حرف ال i capital مع ال l متشابهات الى حد كبير، فهنا هذا error، هذا 5. System.out.println tm105 وناسي يسكر ال double quotation. طيب System.out.print nice، هنا ناسي semicolon. System.out.print للبروغرام، هذه مفروض يحطها داخل ايش؟ double quotation. وهنا ايش الايرور؟ هنا الايرور مفروض هذه closing braces، وهذه ايضا ما بنستخدمها للكلوز، هذه بنستخدم ايش؟ المتعرج. فهنا كم ايرور صار عندي؟ لقينا كل سطر ايرور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام. الاي هنا ما في عليها مشكله، سميتها ار، سميتها اي، سميتها اكس، ما في اي اشكاليه، تمام شباب. بهذا بنكون انهينا ميتنج اليوم، ان شاء الله الامور تكون جيده. راح ارفعه على يوتيوب ان شاء الله. الى الان في اي سؤال اي استفسار شباب؟